عليكم مشاهدي قناة تايم سبورت في يوم جديد من العبها صح. اليوم المنتظر بالنسبة لكل عشاق كرة القدم في العالم كله، النهاردة 1/6/2019 نهائي الشامبيونز ليج ما بين نادي ليفربول ونادي توتنهام. أكيد نهائي الكل حابب يتفرج عليه بوجود نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح. أكيد هنكون معاكم على مدار ساعتين وهنتابع كل الأخبار العالمية وأكيد رؤيتها للأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم. في البداية صباح الفل عليك يا كريم. صباح الفل عليك يا مريهان. النهاردة صباح الفل على حضراتكم. طبعا النهارده يوم عظيم جدا، يوم ليفربول توتنهام نهائي الشامبيونز ليج. بالتاكيد كلنا مع محمد صلاح، بالتاكيد كلنا مش عارفين ننام من امبارح. محمد صلاح هو مش مجرد بس بنشجع ليفربول او بنشجع فريق، احنا ماشيين ورا محمد صلاح في كل مكان. توتنهام بالتاكيد عامل موسم عظيم جدا في دوري الابطال تحديدا، ريمونتادا مرتين ورا بعض قدر يشتغل بشكل كويس جدا. ليفربول طبعا ريمونتادا تاريخيه كبيره جدا قدام برشلونه، ان شاء الله باذن الله النهارده يكون النصر ليفربول ويعوض بقى شويه النحس اللي بيتعرض له محمد صلاح ويورجن كلوب دايما في النهائيات. باذن الله ليفربول الفوز حليفه النهارده. كمان خلال 24 ساعه الماضيه وخلال ساعات قليله فاتت ماتش كمان مثير جدا، دوري ابطال افريقيا بين الوداد والترجي، مباراه حصل فيها احداث كبيره جدا وصعبه جدا وحاجات هنتكلم عنها كتير في حلقتنا النهارده. خساره الترجي بالانسحاب او انسحاب الوداد من المباراه بسبب مشكله الفار والمشكله اللي حضراتكم تابعتوها كلكم امبارح بالليل. مشكله كانت صعبه جدا ما ينفعش تحصل في كرتنا الافريقيه بكل تاكيد بعد واحنا في 2019 من دي حقيقه. وهيبقى صعب ان احنا مش عايزين يحصل مقارنات ما بين شكل الكره في افريقيا وشكل الكره في اوروبا. اكيد هيكون في قرارات في الفتره اللي جايه وان شاء الله احداث زي دي ما تتكررش خالص في الملاعب الافريقيه وفي بطوله مهمه زي دوري ابطال افريقيا. الحقيقه النهارده الحدث الابرز والاهم اللقاء اللي هيجمع ما بين ليفربول وتوتنهام، هم لعبوا مع بعض قبل كده 171 مباراه ولكن طابع المباراه رقم 172 اكيد مختلف جدا. النهارده ان شاء الله معانا احداث كتيره مهمه هنتابعها معاكم، وزي ما اتعودنا بنبدا دايما حلقتنا ان احنا نتعرف على اهم احداث اليوم. علشان كده هنبتدي معاكم مع أجندة لأهم الأحداث في اليوم الرياضي النهاردة. رجعنا لحضراتكم مره اخرى وبالتاكيد بدايتنا النهارده مع التوب 5 والفقره الاخباريه واللي هنبداها دايما بخبرنا الاهم، توتنهام ليفربول، ليفربول توتنهام نهائي دوري الابطال. اكيد هو ده الخبر الابرز والاهم، فليفربول هيواجه توتنهام في نهائي دوري ابطال اوروبا في مدريد. فبتختتم او بتختتم قاره اوروبا موسمها الكروي رسميا مساء النهارده علشان هيلتقي فيها ليفربول الانجليزي مع نظيره توتنهام الساعه 9 النهارده على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. وحشد كل فريق نجومه للمواجهة المرتقبة بعد أن أعلن كلام المدربين عن جاهزية نجوم الفريقين لمباراة بتواجد الثلاثي صلاح وماني وفيرمينيو في جانب ليفربول، بعد ما أكد يورجن كلوب المدير الفني للفريق على جاهزية اللاعب البرازيلي في الوقت اللي أكد فيه بوتشينو المدير الفني لتوتنهام على إمكانية تواجد هاري كين مهاجم الفريق في المباراة المرتقبة. بالتأكيد مباراة مهمة جدا، خلينا نشوف برضو بطاقة اللقاء دوت وأكيد كلامنا هيكون مطول عن هذا هذه المباراة المهمة. خلينا برضو كمان نتكلم عن قارة أفريقيا برضو، إن الأحداث اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت أو تحديدا امبارح كلمنا أكتر عنها يا كريم. طيب انا قبل الاحداث الافريقيه والاحداث الصعبه اللي قلت لكم عليها في الترجي ومباراه الوداد نروح لبطاقه اليوم ونرجع نكمل كلام. We'll be right back.
ملعب واندا متروبوليتانو، ملعب اتلتيكو مدريد في اسبانيا، من الملاعب المهمه جدا في العالم. عايز اقول لكم حاجه ظريفه جدا واحنا بنشوف الملعب ده وازاي اهميته وازاي عظمته في القاره الاوروبيه. في حاجه ظريفه جدا يا ملهان حصلت في الملعب ده. دايما احنا في الملاعب الاوروبيه في مكان ميكسد زون، ده مكان مخصص للصحفيين والاعلاميين بيقابلوا فيه اللعيبه، بيبقى فيه اماكن للمؤتمرات الصحفيه. هم بالمناسبه عندهم اكبر او ثاني اكبر قاعه مؤتمرات صحفيه في الاستادات حول العالم. عندهم مكان كمان مخصص لجماهير الكوره ولقائهم مع اللاعبين والمدربين. يعني بعد الماتش ما يخلص انت عايز تروح تقابل اللعيب اللي عجبك في الماتش النهارده، اللي كنت بتشجعه النهارده في المباراه، بتلاقي مكان مخصص في الاستاد تروح تقابل فيه اللعيبه والمدربين. ده طبعا بتيكتس اضافيه، بفلوس اضافيه، بفلوس كتيره كمان، عشان طبعا لو سابوها مفتوحه هتلاقي كل المدرجات دي رايحه للعيبه في الملعب. اكيد يعني فرصه فعلا ان انت توفر كمان لكل محب كره القدم. انت ازاي بتكون بتنتظر ان انت يا ريتك تقابل لاعب كوره، ولكن هي تكون بامكانيه ان انت من غير ما تضغط على اللاعب ان انت عاملها له في اطار منظم، ان اللاعب نفسه ما يكونش حاسس بتوتر، ان يكون في تدافع على موضوع منظم. صحيح. وفي اطار حضاري جدا. صحيح. المدرجات بالمناسبه ما كانش نفسك تحضري الماتش ده؟ كان نفسي جدا. صح؟ كان نفسي جدا. يعني اكيد الفرجة عايز اقول لك دلوقتي كمان بالاخراج وبالتصوير الرائع بتبقى ممتعه على فكره دلوقتي، من حتى لو تتفرج من الشاشه، ولكن فكره ان هو نهائي تشامبيونز ليج اكيد انا في حياتي لا حابه ان انا احضر اي نهائي تشامبيونز ليج في الفتره اللي جايه. بس كنت هتحتاج 30000 دولار عشان تاخدي كرسي في الملعب. لا موجودين يا كريم ما تقلقش. 30000 دولار ده بالمناسبه الصحافه الاسبانيه اتكلمت على انه اللي عايز يروح الماتش ده في مكان لكبار الزوار، ممكن تروح الاوتيل تاخد مكان في الاوتيل، مكان مميز في الاوتيل، جناح رئاسي في الاوتيل، وتاخد العربيه اللي انت عايزها من الاوتيل، عربيات طبعا افضل الموديلات، وبعدين تروح المدرجات في افضل مكان في المدرجات، ده مقابل 30000 دولار لمده او 30000 يورو لثلاثه ايام. ثلاث ايام هو اوكي، يعني ال 30000 دولار شاملين حاجات كتير بس هم برضو مبلغ شويه. طيب. بس دي بقى يعني حاجات اقل شويه. لو حد عايز في اوتيل بسيط، عايز مجرد غرفه ينام فيها مش اكتر، بس برضو رقم كبير. 500 دولار علشان تكون متواجد في غرفه بسيطه جدا ما فيهاش اي امكانيات. الهوستل ده اللي هو المكان زي الشباب كده. مكان، وعلى فكره ده في العادي في اوروبا مثلا بتبقى حوالي ماكسيموم، يعني كان في كاس العالم ب 100 دولار، يعني ده اقصى سعر ممكن يوصل له، تبقى 30 40 دولار. ف 500 دولار ده برضه رقم ضخم جدا، رقم كبير جدا، ولكن اكيد الموضوع يستحق لان هي تجربه. متهيألي اي حد يقدر يحضر نهائي تشامبيونز ليج دي حاجه يفتكرها ويحكيها لكل الناس اللي بيتكلموا فيه. مليارات من الناس حول العالم عايزين يحضروا في مدرجات بتسع ل 67000 مشجع، وبالتالي 67000 مشجع للمليارات، طبيعي الاثار توصل لهذه المرحله يعني. اكيد. ومباراة بالقيمة الكبيرة ديت وبالنجوم دي أكيد تستاهل أن الكل يكون بيحاول أن هو يكون ليه فرصة أن هو يحضر من داخل الاستاد. أكيد متعة كبيرة جدا. هنكون على موعد معها الساعة 9 مساء، كلنا أكيد هنكون قدام التلفزيونات، واللي موجود في الاستاد ربنا بقى يساعده ويستمتع بلقاءات، وإن شاء الله يكون مليء بالأهداف يا كريم. تمام. نرجع تاني لقارتنا الأفريقية والحدث الأهم اللي حصل أمس، ترجي بطلا لدوري الأبطال في مباراة مثيرة للجدل لم يحسم مصيرها بعد الاتحاد الأفريقي. توج نادي الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد انسحاب منافسه الوداد المغربي من مباراة العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت على الملعب الأوليمبي في رادس. ونشبت أزمة كبيرة بعد إحراز الوداد هدف التعادل اللي ألغاه الحكم الجنبي بكاري جسام، وهو حكم بالمناسبة واحد من أفضل حكام في القارة على مستوى التاريخ، يعني حكم 6 نهايات لدوري الأبطال. وقبل وده حصل قبل ما يطالب لاعبي الوداد بالعوده لتقنيه الفيديو الفار اللي اكتشفوا انها لا تعمل، في مفاجاه مدويه. توقف المباراه لمده ساعه ونصف تقريبا قبل ان يعلن الوداد انسحابه من المباراه وعدم استكمال اللقاء، ليتوج الترجي بلقب البطوله للمره الرابعه في تاريخه. تفتكري الامر اتحسم عند هذا الحد؟ اكيد لا، والواضح كده ان في الايام اللي جايه ممكن نكون في انتظار الحقيقه كمان قرارات هتكون مهمه جدا في مصيره، ولكن زي ما كنا بنقول بيبقى صعب جدا ان انت في احداث زي دي تلاقي الفريق اللي احتفل وخد الجائزه ولبس الميداليه يحصل اي تغيير في نتيجه. صحيح. انا اعتقد ان رد الفعل المغربي مش هيكون بالرد الفعل الهين، بالتاكيد خساره بطوله
بالطريقة دي مش هتعدي مرور الكرام، ولكن نتمنى في كل الأحوال إن الأمور تبقى هادئة داخل الاتحاد الأفريقي داخل قارتنا، خاصة وإحنا داخلين على كأس الأمم الأفريقية اللي هتستضيفها مصر إن شاء الله. معانا الزميل العزيز أستاذ محمد زايد رئيس تحرير صحيفة البطولة المغربية، أهلا بيك أستاذ محمد. اهلا استاذ كريم والاستاذه مريهان، واهلا بالشعب المصري الشقيق. تحياتنا لحضرتك. امبارح احداث صعبه جدا، والوداد خسر بطوله مهمه جدا على ملعب رادس بعد تعطل تقنيه الفار، وكان معظم الشهود قال او معظم الناس اللي شافت المباراه قالت ان الهدف يبدو صحيح. والله الاخ يعني كريم، لو تحدثنا عن المباراه او اطوارها كنا نحدث أن نناقش الأمور التقنية أو مثلا فوز هذا الفريق ومباركة الفريق الخاسر بحسن الحظ، لكن للأسف صحيح. نناقش تقنية الفار والانسحاب ونقصين هذا الذي أكد رئيس الفريق سعيد الناصري أنه لم يكن انسحابا بل مطالبة بالعودة إلى الهدف من خلال تقنية الفار التي اكتشف، وكما قلتم تفضلتم بذلك في بداية المداخلة، أنها في مفاجأة مدوية، لم تكن هذه التقنية تشتغل، وهذه وصمة عار كبيرة تحملها الاتحاد الأفريقي للترجي التونسي بل لكرة القدم بشكل عام. فلأول مرة في تاريخ البطولات القارية الخمس على مستوى العالم يتم إيقاف مباراة لمدة ساعة ونصف بسبب تقنية معينة لم تشتغل. هذه التقنية وكما يقول يعني وكما قيل، لأن ليس هناك أي مصدر رسمي إلا بين قوسين تصريح مدرب أو عفوا عميد فريق الترجي التونسي الشمام الذي قال بأن الحكم أبلغ عميد الوداد عبد اللطيف نصيرش بأن التقنية هي غير متاحة للمباراة، وهذا ربما رأى الموضوع إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة أننا نعلم أن مباراة الرباط كانت هي الأخرى خلقت جدلا بسبب تقنية الفار وإلغاء هدف لفريق الوداد وحتى ضربة جزاء أيضا. صحيح. طب يعني سؤالي لحضرتك، علشان كلنا سمعنا تصريحات كابتن شمام بعد اللقاء واللي هو قال ان فعلا الحكم كان متواجد مع المدير الفني للفريقين وقال لهم ان التقنيه فيها مشكله من قبل اللقاء، هل حصل كده فعلا مع المدير الفني؟ وهل ده سيناريو ممكن يكون حصل فبالتالي الحرج يترفع من على الحكم، ولا ده ما حصلش اصلا خالص؟ لا لا استاذه مريهان، لكي نكون صادقين ونتكلم بحياد اكبر، نحن نتحدث عن مؤسسات، فمؤسسة الكاف لابد في ده بالتاكيد انه ما ينفعش اصلا يحصل عطل، خصوصا ان في مباراه الذهاب كان التقنيه كانت شغاله، فبالتالي من العدل ان هي تكون موجوده كمان في مباراه الاياب. ولكن اصلا السيناريو ده حدث ولا لم يحدث اصلا؟ نعم، في حديثنا عن يعني عن الكاف وتنظيمه للمباراه، لا يمكن ابدا حكم مباراه ان يتم أن يبلغ مدربي الفريقين أو حتى عميدي الفريقين بأن هناك تقنية غير مشتغلة، هل ملعب المباراة أم لا؟ بالطبع يكون هناك الكاتب الإداري أو الكاتب العام للفريق، أو يجب أن تكون الموافقة مكتوبة، فمن سيؤكد الآن هل تم فعلا إخبار عميدي الفريقين أو لا؟ خاصة أن عبد اللطيف نصير عميد فريق الوداد الرياضي أكد أنه لم يتلقى أي معلومة من الحكم غاسما بأن تقنية الفار معطلة. هنا نقف أمام علامة استفهام أخرى، وهو لماذا كان الجهاز موضوعا في الملعب إذا كانت هذه التقنية معطلة، ولماذا لم يظهر حكام الفار كما يحدث في كل مسابقة نهائية خاصة على المستوى القاري؟ يعني الحكم سيكازوي تم تحديده أنه سيكون حكما للفار، فهل يمكن بالمنطقي وبلغة كرة القدم أن يتم إجراء مباراة معينة خاصة على هذا المستوى وهناك حكم ناقص؟ هل من يحدد هذا الأمر؟ هل هم اللاعبون أم الجهاز الكروي؟ وهنا لا نهاجم أحدا، وإنما نتحدث بلغة المنطق ولغة التصريحات، لأن كما قلنا عبد اللطيف نصير عميد فريق الوداد الرياضي أكد أنه لم يتلقى أي معلومة من حكم المباراة بخصوص هذا الموضوع، لذلك أظن أن هذا الموضوع سيأخذ منحى مغايرا تماما، وفريق الوداد أو نادي الوداد سيقدم دفعاته إلى المحكمة الدولية الطاسية لاسترجاع حقه. أستاذ محمد، أخيرا كنت عايز أسألك على تصريحات الكابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي وتصريحات عمرو فهمي السكرتير العام السابق للكاف، اللي قالوا فيها إن
الفار تعطل ايضا في نهائي البطوله الماضيه في ملعب رادس امام النادي الاهلي في مواجهه الترجي. تفتكر تكرار الامر في نفس الملعب امر يدعو للتساؤل؟ كي نكون يعني صريحين، نحن قبل ان نتحدث عن كره القدم فنكن كل الاحترام لكل البلدان الشقيقه ولكل المنتخبات العربيه وانديتها، لكن صحيح تصريح عمرو سامي نقله الاعلام المغربي بشكل كبير جدا خلال الساعات القليله الماضيه، والسبب هو ان عمرو سامي سكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي اكد ان نفس الامر حدث في اياب نهائي السنه الماضيه الذي لم تتجاوز مدته 7 أشهر، فهل يعقل ان يتم هذا الامر خلال 7 أشهر مع نفس الفريق وفي نفس الملعب؟ امر يدعو الى الاستغراب. وما موقف الكاف من خلال هذا الامر؟ بل حدث الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يطالب باخضاع المباراة الكبرى والمنافسات الكبرى الى العمل بتقنية الفار، هل من الممكن ان نخوض مباراة كبرى بدون الى تقنية الان يتم اليها في تحديد البطل وتحديد النازل القسم الثاني وتحديد الفائز بالكؤوس وتحديد عدد من الامور؟ اذا كانت هذه التقنيه اتت لانصاف الحق لا يمكن ان تكون هي منبعا وسبب الظلم، فاكيد لن يتقبل احد الظلم كما يعلم الجميع. وبشهاده القضاء فالهدف سواء هدف الذهاب او صحيح، اعذروني ان كنت اتحدث كانما بالعاطفه، وانما حر الظلم عرض له الفريق المغربي طبعا جعل الكثيرين هنا غير راضين على قرارات الحكم سواء حكم ذهاب او أخيرا يا أستاذ محمد، بس عايزين نطمن على الكرة المغربية اللي احنا الصراحة بقينا بنحبها ومتعلقين بيها بشكل كبير جدا. أنباء بتطلع عن ممكن انسحاب المنتخب المغربي من بطولة أمم أفريقيا، ده أكيد ليه علاقة بالمشاكل اللي ممكن تكون حاصلة مع الاتحاد الأفريقي، هل ده خبر ممكن يكون ليه أي أساس من الصحة ولا بعيد؟ لا أخفيك سرا، هناك اجتماع سيكون مساء هذا اليوم في مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد المغربي من أجل مناقشة هذا الموضوع. أكيد أن تداعيات مباراة الأمس سيتم اتخاذ خطوة جريئة من الاتحاد المغربي، لكن الانسحاب من كأس أفريقيا محتملة لكن باحتمال ضعيف، لأن لا أحسن أكيد أعلم جيدا أن الانسحاب نفسه كروية تعني القطيعة مع الاتحاد الافريقي، ونعلم جيدا انه القطيعة مع الاتحاد الافريقي كرويا لا يمكن ان تكون بهذه السهولة، فلا انما ارجح ان يكون هناك تظلم على المستوى الكبير، تظلم رسمي، خاصة حتى ان قرار عدم استفادة من طرف نادي الوداد او فريق الوداد الرياضي جاء من رئيس الفريق، وايضا من اتصال هاتفي جاءه من رئيس الجامعة وفق الاخبار القادمة. استاذ محمد، ننتظر المغرب بشغف جدا في مصر في كاس الامم، لعيبه عظيمه ومدرب رائع جدا هيرفي رينار، بالتاكيد مستحيل نستمتع او تكمل المتعه في البطوله الافريقيه بدون المنتخب المغربي الشقيق. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد زايد رئيس تحرير البطوله المغربيه، كنت معنا هنا في لعبها صح، ان شاء الله المشكله تتحل في اقرب وقت. صحيح البطوله او خساره البطوله ده امر مرير جدا ما يعوضوش اي شيء، ولكن ان شاء الله الامور تعدي والوداد فريق قوي جدا يقدر يوصل لنهايات بطولات كتير ويقدر يفوز بيها كالعاده، واحد من اكبر الانديه الافريقيه. ده اكيد، وان شاء الله لغينا عن الكره المغربيه في كاس الامم الافريقيه، ان شاء الله المشكله تتحل والتظلم يعني ياتي بثماره اللي بترضي اداره نادي الوداد المغربي تحكيميا. اكيد المباراه كان عليها جدل كبير جدا بعد ما اصبح الاعتماد على الفار واضح وبشكل كبير جدا في مباريات المهمه، واصبح اللاعبين والاجهزه الفنيه والجمهور بيطالبوا بيه بشكل كبير وواضح. للمزيد بقى للحديث عن التحكيم في هذا اللقاء بينضم الينا كابتن سمير عثمان الحكم الدولي السابق. صباح الفل عليك يا كابتن سمير. صباح النور عليك يا ريهام، وصباح النور على كريم، صباح الفل عليك يا كابتن سمير. الجميله دي اشكرك يا كابتن سمير. الحقيقه اكيد حضرتك تابعت اللقاء، بكاري جسامه واحد من اكبر واعظم حكام القاره السمراء ودايما بيسند اليه المهام الصعبه، ادارته للقاء امبارح وفكره ان انت شايف ان الفار اهميته بقت كبيره جدا والكل بيؤكد على اهميه وجود الفار، شايف لقاء امبارح ازاي تحكيميا اداريا منه؟ هل كان في تقصير ولا الفار هو اللي كان لازم يحسم الامور اللي اصبح عليها شك او كده؟
بصي، بداية الاتحاد الدولي قرر استخدام تقنية الفي ار لمساعدة الحكم. الفي ار اللي هو فيديو اسيستنت فري، زي برضه مساعد الحكم اللي بيقف على خطوط الملعب، تمام؟ دي جاية عشان تساعد الحكم، تمام؟ عاوزين نوصل للنقطة بتاعت امبارح، الماتش امبارح. الوحيد اللي ليه حق انه يقنع الحكم عشان يبص على إعادة اللعب عن طريق الفي ار هم فقط الحكم ومساعد الحكم. يعني المدرب واللعيبة والمدير الفني والمراقب ما عندوش سلطة على الحكم خالص انه يقول له روح بص ايه على إعادة اللقطة تاني. دي نقطة لازم نحطها أول حاجة، عشان احنا شايفين اللعيبة بيوجهوا الحكم انه يروح. اللي حدث امبارح طبعا الهدف اللي أحرزه الوداد سليم 100%، ولا في شبهة تسلل ولا في أصلا ايه خطأ من المدافع. صحيح. تمام؟ بالظبط. بعد كده شيء طبيعي أما يحصل، يعني واحنا بنحكم كده أما تلاقي فيه اعتراضات غريبة جدا، شيء طبيعي انك هتوقف المباراة والحكم بتاع الفي ار بيبقى موجود في الاستوديو في الملعب او في اي مكان تاني بيبلغ الحكم على بص على الكوره. بالظبط كده، انت المفروض الحكم عنده شيء من الفطنه والذكاء عشان يهدي الامور وواثق من قراره يروح طالع يبص على تقنيه الفي ار. ده المفروض. اللي حدث امبارح طبعا شيء غريب، يعني حاجه بصراحه تحسس ان احنا في كوكب تاني بعيد تماما. النهارده بالليل بعد كام ساعه هنتفرج على نهائي الشامبيونز ان شاء الله. تنظيميا وشكل واستخدام تقنيه في ار وكل حاجه هتلاقي مختلفه عندنا تماما، تمام؟ اللي حصل امبارح بقى زي اللي حصل قبل كده في ماتش العوده بتاع النادي الترجي والاهلي، وانا متاكد من الكلام اللي قاله عمرو فهمي برضو ان تقنيه الفي ار ما كانتش شغاله، تمام؟ صحيح. عاوزين نفهم تقنيه الفي ار دي استاذ كريم استاذ مهندس دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن شاشات بتتركب في انحاء الملعب، تمام؟ بتبتدي من 10 اللي ممكن لغايه 24 شاشه، وبيبقى في استوديو ممكن يبقى في الملعب او خارج ارض الملعب، بيبقى في حكم اسمه في ار، وبيبقى في حكم تاني اسمه في ار اسيستنت نمبر 1 و 2 و 3، كل واحد ليه اختصاصاته. هل كل الحاجات دي احنا مش عاملين حسابنا او الاتحاد الافريقي مش عامل حساب ان ممكن يبقى في عطل مفاجئ؟ ايفن برضو لو افترضنا في عطل مفاجئ، الحكم اللي قاعد في الفي ار اكيد زي ما احنا بنتفرج على الشاشات العاديه كان شيء طبيعي ممكن يبلغه يقول له لا الكوره ما فيهاش حاجه. مظبوط ولا غلط؟ صحيح. حتى لو ما يرجعش. انما كان في تعنت غريب جدا من بكاري جسامة اللي عليه علامات استفهام كتيره جدا، هل يعقل ان بكاري جسامة يلعب زياده عن 4 فاينل 6؟ هل يعقل ان الحكم الفي ار الموجود امبارح اللي لعب النهائي هو الحكم اللي لعب في ار في ماتش الزمالك اللي فات ونهضة بركان؟ هل افريقيا خلاص ما فيهاش حكام؟ صحيح. طبعا علامات استفهام غريبه جدا. هل يعقل ان باملاك الحكم الاثيوبي يلعب الفاينل بتاع تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت بعد كده يلعب السوبر لنفس الفريق الترجي؟ يعني باملاك لعب الاهلي والترجي، صحيح، وبعد كده لعب السوبر الترجي والوداد، بعد كده يلعب الاسبوع اللي فات الزمالك والبركان. مش حكام عندنا في افريقيا؟ مظبوط. وللاسف يا استاذ كريم استاذ ميهام في كوربشن عالي جدا 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 في الاتحاد الافريقي. امبارح شفت لقطه غريبه جدا جدا لما الاستاذ رئيس الاتحاد الافريقي نزل ارض الملعب معاه واحد اسمه طارق بشماوي. مين طارق بشماوي ده؟ من اكبر المشجعين لنادي الترجي التونسي وبيشغل منصب كبير جدا جدا في الاتحاد الافريقي. صحيح. واقف مع الاتحاد الافريقي بيعمل ايه؟ طب فين بتاع المغرب؟ في حاجات غريبه علامات استفهام بتحصل، بدايه من اللي حصل مع جهاد. صحيح. اللي حصل النهارده علامات استفهام. انا هرجع لحضرتك كابتن سمير على موضوع جهاد جريشه كمان كابتن جهاد جريشه، عشان ده موضوع مهم ايضا ومحتاج اسمع راي حضرتك فيه. بس الاول، هل تتوقع ان في اي امكانيه لاعاده المباراه، خاصه ان في خطا زي ما حضرتك قلت انه خطا واضح جدا، ضربه جزاء الهدف كان صحيح 100% ما فيهوش تسلل، وكمان انا كفريق شايف انه كان عندي خدمه بتقدم لي اللي هي الفار، ان كان ممكن تجيب لي حق زي ما شفنا في دوري ابطال اوروبا جابت حق معظم الفرق، زي ما شفنا حتى في الزمالك قدام نهضه بركان وضربه الجزاء. هل الوداد من حقه انه يطالب باعاده المباراه، وهل ممكن اعاده المباراه فعلا؟ بص عشان ابقى صريح معاك يا كابتن كريم، استبعد حته اعاده المباراه تماما، خاصه الاستاذ رئيس الاتحاد الافريقي كان موجود، لان المفروض طالما تقنيه الفار اتعملت في مباراه الذهاب يتحتم عليها تتعمل في مباراه الاياب. اتعملت بفعل فاعل، انا متاكد انها اتعملت بفعل فاعل زي السنه اللي فاتت. اعاده المباراه صعبه، بس اعتقد ان هم هيتجهوا للمحكمه الرياضيه، هيرفعوا الموضوع لاعلى المستويات، لان الاتحاد المغربي دلوقتي بقى السلطة رقم واحد في قارة أفريقيا. صحيح. على حسب المناصب الموجودة. طيب. في الاتحاد الأفريقي بعد استبعاد عمرو فهمي وتعيين المغربي كابتن عام أفريقيا مكانه. يعني
المحكمة الرياضية ممكن تحكم بإعادة المباراة ولا برضو أيضا المحكمة الرياضية ما تختصش؟ عشان نختصر يبقى الموضوع ضعيف جدا. ضعيف. يبقى ضعيف قوي. ممكن يبقى في غرامات على الترجي إن هم ما كانوش في استعدادات جاهزة وتامة استعدادات زي المباراة دي. هل ممكن يبقى في عقوبات على الكاف نفسه؟ يعني الكاف نفسه ممكن المحكمة الرياضية والله وحضرتك ده اللي بتقوله بقى هو ده بقى اللي نتكلم فيه هنا بقى لازم يبقى تدخل الاتحاد الدولي لأن الأمبريلا اللي بيشتغلوا فيها كل الاتحادات القارية هي الاتحاد الدولي صحيح يعني أنا مختص من الاتحاد الأفريقي لازم أروح للاتحاد الدولي صحيح امبارح كان في مندوب من الاتحاد الدولي طبعا بيحضر كل النهائيات بتاعة القارات كان لازم يبقى في تدخل وأنا أعتقد في تحقيق هيتفتح ويتكمل مع أحمد أحمد اللي هو رئيس الاتحاد الأفريقي بغض النظر عن الاتهامات السابقه اللي موجهه له ماليا واداريا بس طبعا فنيا في مشكله صح. احنا عندنا بعد كام ساعه عندنا بطوله افريقيا هنشوف المستوى المتدني ده من التنظيم والتحكيم فين يا كابتن كريم فين التطور التحكيم اللي بيتعمل هل حضرتك تعلم ان من حوالي شهر ونص كان مواظبين كل الحكام الافارقه بيتدربوا على تقنيه الفي ار في جنوب افريقيا استعدادا للمباراه النهائيه دي بطوله افريقيا فين الحاجات دي كلها صحيح فلوس بتدفع بس صحيح. مفيش اي رد فعل ولا حاجه احنا شايفينها صحيح. في الملعب صحيح. والدليل على كده امبارح مظبوط طب كابتن سمير هي كانت مسؤوليه مين يعني مين المسؤول ان هو قبل اللقاء ان هو يلاقي تقنيه الفار مش شغاله وان هو ما يحلش الموضوع دوت او ان هو المسؤول ان هو كان لازم يصلحها قبل انطلاق المباراه دي مسؤوليه مين بصي يا مريم المسؤوليه رقم واحد واثنين وثلاثه الاتحاد الافريقي فقط تمام يعني دي مسؤوليه الاتحاد الافريقي هو المسؤول ان الملعب يكون مجهز في حاله ان هو ما كانش جاهز كان ايه المفروض يحصل المفروض قبلها لا كانوا لازم موضوع الفي ار كان لازم يتحل اصل خلي بالكم هو مستاهل ده عباره عن كابلات احنا كلنا عارفين ازاي بنذيع مباراه خارجيه هي عباره عن كابلات بس دي هتبقى داخليه فتقنيا المفروض يكون في شخص مهيئ ان هو لو في عطل في حاجه تكنيكال كده يصلحها مش هتاخد وقت اكيد طبعا خلي بالك كمان ان الموضوع مش هياخد وقت طويل صحيح حاجات يعني هندسيه علاوه ان الاتحاد الافريقي بيستلم الملعب قبلها ب 72 ساعه وبيبقى عارف تحركات اللاعبين من الفندق للملعب والحكام كذلك ودخول وخروج اللاعبين والتلفزيون ورجال الاسعاف والشرطه الحاجات دي كلها بتبقى محطوطه قبلها ب 72 صحيح يعني. كابتن سمير اخيرا راي حضرتك في اللي حصل مع الكابتن جهاد جريشه من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم علامه استفهام كبيره جدا زي اللي حصل امبارح الاتحاد الافريقي مش ماشي فير للاسف ولا فنيا الاتحاد الافريقي عمرنا ما شفنا ان حكم يتوقف 6 اشهر حاجه فنيه قبل ما يحققوا معاه صحيح عارف يا كابتن كريم يعني ايه 6 اشهر يعني انت كده قضيت على جهاد جريشه الناس مش واخده بالها ليه احنا دلوقتي في شهر 5 الوقف كان في 28/5 عاوز اقول لحضرتك معلومه مهمه جدا جدا احنا بنبعت القوائم الدوليه للاتحاد الدولي يا كابتن كريم يوم 30/9 يوم 30/9 مش هيكون استمر 6 اشهر يعني كده جهاد لو استمر الوقف ده هيستبعد من القائمه الدوليه ومش هيبقى حكم دولي ده بجانب طبعا استبعاده من كاس الامم واستبعاده من كاس العالم للشباب ده مش كاس عالم بس ده مش كاس عالم ده كمان السنه الجايه ما يبقاش حكم دولي لان انت بتبعت القائمه الدوليه في 30/9 30/9 مش هيكون عدى 6 اشهر صحيح دي معموله بحرفيه وبتقنيه عاليه جدا لتدمير حكم مصري صحيح احنا كلنا مركزين على امم افريقيا والشباب مش كده انا بقول لك حتى السنه الجايه ده جاي من المرشحين على المدى الطويل الجاي صحيح طبعا صحيح كابتن سمير بص لازم تدخل كابتن هاني بوريدا بصراحه بالتاكيد بالتاكيد اتحاد الكره اكيد مش هيسيب كمان اولاده مش هيسيب حكام المصريين لهذه الامور اللي فيها يبدو تعسف كبير جدا ضد الحكم المصري كابتن طبعًا سمير طبعًا كابتن طبعًا سمير عثمان انا بشكرك شكرا جزيلا وصباحك صباح الفل ان شاء الله النهارده تشجع معانا بقى ليفربول ومحمد صلاح باذن الله يعملها قدام توتنهام ان شاء الله نشكرك يا كابتن سمير الحقيقة طبعا الموضوع ده متصدر عناوين صحف كتير جدا ولكن خلونا برضو نروح لخبر من الكاف ان هو بيدعو لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية للنظر في احداث رادس فاعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن عقد جلسة طارئة للجنة التنفيذية يوم الثلاث اللي جاي الموافق 4 يونيو الجاري لمناقشة الاحداث اللي شهدتها مباراة الترجي مع الوداد المغربي في اياب نهائي دوري الابطال واصدر كاف بيان رسمي قال فيه ان احمد رئيس الاتحاد الافريقي قرر استدعاء اللجنه التنفيذيه لجلسه طارئه لبحث الامور التنظيميه المتعلقه بالمباراه اكيد اصداء كبيره جدا للمباراه في كل الصحف بالتاكيد الوضع كمان مش هينتهي عند هذا الحد يا مريهان صحف المغرب كمان هجمت الكاف بشكل عنيف جدا بعد ازمه نهائي دوري الابطال صحيفة المنتخب مثلا على سبيل المثال قالت فضيحه تاريخيه تسرق اللقب من الوداد تحت اعين العار
الحقيقه كمان الصحف العالميه كانت حريصه ان هي تناقش الموضوع ده، وده من اكتر الحاجات السلبيه. ده حدث عالمي السلبيه يعني ان هي تناقش بالظبط في الصحف بشكل عام بقى جلوبلي. كمان قالت وكاله الانباء الفرنسيه الترجي بطلا وسط الارتباك بعد ساعه ونص من الانقطاع. صحيح. موقع البطوله المغربي قال في ظاهره غريبه الكاس تمنح للترجي دون استكمال المباراه. العنوان ده سببه ان رئيس الوداد بعد المباراه قال ان احنا ما انسحبناش، احنا كنا مستنيين زي كل الناس ان الفار يرجع ليه العمل ويشتغل وتاني نشوف الهدف، ولكن الحكم لقى ان الوقت طال بشكل كبير جدا. بكاري جسامه صفر بنهايه المباراه رغم ان المغرب او الوداد المغربي لم يعلن انسحابه بحسب تصريحات رئيس نادي الوداد. كمان صحيفه عسل الاسبانيه كتبت عن النهائي ان الوداد بيرفض مواصله اللعب بسبب عطل الفار. هنا في كلام متهيألي لازم بقى حد مسؤول من الاتحاد المغربي يطلع بقى بيان واضح رسمي بيقول احداث المباراه، وكمان بيان رسمي من الاتحاد التونسي، لان بقى لازم يبقى في تطابق للكلام لان كده الدنيا مشتته. اللي انا هقوله لك ده ما اتمنهوش، بس انا اعتقد انه ده اللي هيحصل. ان الاتحاد المغربي هو اتحاد قوي جدا، اتحاد كمان عنيف جدا في بياناته وفي تصريحاته، ولن يترك حقوق انديته ولا المغرب بشكل عام داخل الكاف. انا اظن انه البيان بتاع المغرب او الاتحاد المغربي هيكون بيان قوي جدا. اتمنى ما يكونش ليه علاقه بكاس الامم اطلاقا، خاصه ان المنتخب المغربي واحد من اهم المرشحين للمشاركه في البطوله والفوز بيها في كاس الامم. ان شاء الله طبعا مصر هي اللي تكسب، ولكن المغرب منتخب قوي جدا ونستمتع بيها طبعا بالزبط. ونستمتع بيها بكل تاكيد. تعالوا بقى ننزل لامورنا المحليه مره اخرى. الزمالك يعلن التشكيل الرسمي للجهاز الفني الجديد بقياده الكابتن خالد جلال. جروس مشي وجي خالد جلال اللي اختتم الموسم الماضي وفاز بكاس مصر. الزمالك جدد الثقه في خالد جلال مره اخرى وخلاه يبقى موجود على راس الجهاز الفني اللي هيكون مكون من كل من كابتن خالد جلال بالتاكيد مدير فني، كابتن نبيل محمود مدرب عام، والكابتن امين عزمي مجاهد والكابتن تامر عبد الحميد مدربان مساعدان، ايمن طاهر مدرب حراس مرمى، ولكن بعد ما ينتهي من مهمته مع الاتحاد السكندري يوم الاثنين القادم، حتى انضمام الكابتن ايمن طاهر للجهاز الفني هيكون موجود الكابتن خالد متولي مدرب لحراس المرمى. زي ما قلت لكم خالد جلال فاز مع الزمالك بكاس مصر في الموسم او نهايه الموسم الماضي، دي الولايه الثانيه ليه مع الفريق. كل التوفيق للكابتن خالد جلال، وان كان ما زال جماهير الزمالك او كثير من جماهير الزمالك زعلانه شويه من رحيل جروس بعد الطريقه اللي رحل بيها، كمان خاصه بعد فوزه بالكونفدراليه، يعني بعد الفرحه فجاه لقوا جروس مش مكمل، خاصه كمان ان الوقت قصير جدا على نهايه الدوري. اكيد الزمالك كمان في موقف في منافسه كبيره جدا مع الاهلي في الدوري، تغيير الجهاز الفني ممكن يضر الفريق او يفيده جدا مع الفترات القادمه، ده اللي هنشوفه ان شاء الله. من الفارس الابيض نروح للمارد الاحمر، فالاهلي بيعلن تشكيل لجنه تخطيط لقطاع كره القدم برئاسه الشيخ طه اسماعيل، فقرر محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بتشكيل لجنه للتخطيط لقطاع كره القدم في النادي برئاسه طه اسماعيل، وبتضم في عضويتها الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو. وجاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنيه والاداريه الكبيره اللي بتتمتع او بيتمتع بها الثلاثي، واللي بيمثل اجيال كرويه مختلفه طبعا يا كريم، ساهمت في نجاحات كتيره للنادي، وده وفقا لبيان الاهلي عبر موقعه الرسمي. وبتقوم لجنه التخطيط واللي شكلها الخطيب باعداد خطه شامله للنهوض بقطاع كره القدم بما يحقق الاحترافيه الكامله في الاداء فنيا واداريا على كافه مستويات القطاع. وبيجتمع او بتجتمع اللجنه لاول مره يوم الاحد المقبل لتقييم ودراسه الموقف قبل وضع التصور الجديد لقطاع الكره. قرار مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. خدي بالك ان مجلس اداره النادي الاهلي ما فيهوش غير الكابتن الخطيب، هو ليه علاقه بالكره، ان تدخلي قيمه كبيره زي الدكتور طه اسماعيل والكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، والثلاثه ليهم تاريخ كبير مع النادي الاهلي، وليهم كمان باع قروي كبير في التخطيط الرياضي والشغل للتخطيط للنادي الاهلي في الفتره القادمه على قطاع الكره. انا اعتقد انه قرار حقيقي جدا من النادي الاهلي يبدا به موسمه الجديد ده، كمان يمكن قرار كان محتاجه الاهلي من زمان، خاصه ان الاهلي من الانديه اللي كانت دايما بتعين لجنه كره، ده لجنه كره ولكن بمسمى اخر، هو اداره لتخطيط الكره. بعد الفاصل مباشرة نكمل معاكم أخبارنا الصحفية من كل صحف ومواقع العالم بعد ما خلصنا التوب 5. خليكم معنا في العباسة.
بكم مرة تانية. وفقرة توب 5 نروح لفقرة الصحافة، وأول خبر معانا هو خبر خاص حول مستقبل رمضان صبحي واحد أكيد من نجوم النادي الأهلي. فصبحي مع الأهلي وإلعبها صح بيكشف ضم الأهلي لرمضان صبحي نهاية الموسم الحالي أو بداية من الموسم اللي جاي. خلينا نقول ان قرر مجلس اداره النادي الاهلي ضم رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد بصوره دايمه مقابل 71 مليون جنيه و800 الف يا كريم، ده لمده 5 سنين. وتوصلت اداره النادي الاهلي لاتفاق رسمي مع نادي هيدرسفيلد الانجليزي بشان شراء رمضان صبحي لاعب وسط الفريق بصوره دايمه بعد انتهاء الاعاره. وبينفرد برنامج العبها صح اكيد بمصادره الخاصه بتفاصيل الاتفاق، حيث ان اللاعب انهى جميع الاتفاقات المالية الخاصة به وقام بإحضار أو باختار النادي الإنجليزي برغبته الاستمرار في صفوف النادي الأهلي. كمان اتفق الأهلي مع النادي الإنجليزي عبر مكاتبات رسمية على قيمة انتقال رمضان صبحي رسميا ونهائيا للأهلي وليس على سبيل الإعارة. وعلم برنامج كمان العبها صح أن قيمة التعاقد سوف تصل حسب الاتفاق اللي تم فيه مكاتبات رسمية لمبلغ 71.8 مليون جنيه مصري، وبتبقى عقبة واحدة الصراحة يا كريم، وهي أكيد عقبة كبيرة جدا، النادي هيدرسفيلد عايز المبلغ كله كاش والنادي الأهلي حابب يكون فيه تسهيلات أكتر في الدفع. لما الأهلي يتحط في موقف صعب أنه يضطر يدفع الفلوس كاش هيدفعها كاش في النهاية، بس بالتأكيد هذه أمور تفاوضية بتحصل دايما. رمضان صبحي واحد من أهم اللعيبة المهارية اللي موجودة في الكرة المصرية، بالمناسبة ضيفنا النهاردة كمان هيكون واحد من أمهر اللعيبة اللي جت في تاريخ الكرة المصرية، هنكلمكم عنه بعد شوية. ولكن رمضان صبحي يستحق انه الاهلي يضمه فورا، فرق كتير مع الاهلي منذ انضمامه للفريق، كمان هو حصل له ثقل من الاحتراف في الدوري الانجليزي حتى لو ما كانش بيشارك بشكل اساسي، بس تلاحظوها في القوه البدنيه اللي بقت عند رمضان صبحي، التدخلات اللي بقت عند رمضان صبحي، اي تداخل مع اي لعيب هو اللي بيقدر يحصل على الكوره، بجانب طبعا مهاراته اللي ما عليهاش خلاف. هتبقى صفقه مهمه جدا الاهلي عوده رمضان صبحي، لان عودته من الموسم اللي فات او يعني اثرت وكانت معجب بيها جدا جماهير النادي الاهلي، ان وجوده كان مؤثر بشكل كبير. صحيح. واحد من المهارين ايضا في الكره المصريه محمد ابراهيم ابتدى يخش مع الزمالك في الفتره الاخيره في التشكيله الاساسيه، وابتدى يبقى ليه دور مهم، هيغيب عن المباراه القادمه امام الحدود بسبب الايقاف للثلاث انذارات، حصل على انذار ثالث في مباراه الانتاج الحربي اللي انتهت بالتعادل 1-1. محمد ابراهيم غيابه بالتاكيد هياثر عن الزمالك، خاصه انه ابتدى كمان لما كان جروس موجود يلعب بيه هو وباما في تشكيله واحده، فابتدت الفرقه يبقى فيها مهارات كتير، فيها صناعه لعب كتير، كمان حاول يعوض بيه على فترات في الجاني الاساسي. محمد ابراهيم من اللعيبه المهمه جدا واللعيبه اللي بتعشقها جماهير نادي الزمالك، حظه كان عاسر شويه في الفترات الماضيه ولكن هو لعيب مهم بالتاكيد. اكيد هو لعيب مهم، ولكن اكيد برضه بيكون في قلق ما بين كل لعيب لما بيكون في مدير فني مصدق بيه ومؤمن بيه، ومع رحيل المدير الفني ده بيبدا بقى التساؤلات، هل هيكون لي نفس الحظوظ ونفس الفرص؟ كل التوفيق لكل اللاعبين، واكيد كل الجهاز الفني يكون موفق في اختياره للاعبين. نبعد بقى عن الاخبار المحليه ونروح للخبر العالمي الابرز والاهم، واكيد هو نهائي الشامبيونز ليج النهارده ما بين نادي ليفربول ونادي توتنهام. يورجن كلوب بيقول تصريح ليه ان هو سيء الحظ في النهائيات، ولكننا اكثر خبره من الموسم الماضي، وده اكيد بعد النهائي اللي فات ما بين ريال مدريد ونادي ليفربول. فتحدث الالماني يورجن كلوب المدير الفني ليفربول الانجليزي في المؤتمر الصحفي بنهائي دوري ابطال اوروبا، قال فيه ان هما فريقين مناسبين لنهائي كره القدم، وبيقدر كثيرا ما فعله بوتشينيو عندما جاء الى توتنهام وكان لديه مجموعه موهوبه من اللاعبين، انه في النهائي وهما الاثنين بيستحقوا الوصول للمكان دوت، اكيد مباراه كبيره ومباراه مهمه. صحيح. والحظ العسير دوت ان شاء الله. عجبني التصريح اللي هو بيقول فيه ان انا صاحب الرقم القياسي في الفوز بنصف النهائيات. كلوب عنده بيكسب على طول نصف النهائيات، بيخسر النهائيات، خسر 6 نهائيات وده رقم كبير جدا، منهم 3 في البطولات الاوروبيه، سواء 2 على مستوى دوري الابطال او 1 على مستوى اليوروبا ليج، منهم 2 مع ليفربول و1 مع بروسيا دورتموند. ان شاء الله يورجن كلوب يكسر نحسه النهارده ويفوز بالبطوله، عشان الموضوع النهارده جاي علينا احنا. لا دعواتنا واحنا في ايام مفترجه ان شاء الله يقدر يفوز النهارده يورجن كلوب. خلونا نروح لتقرير نشوف المؤتمر الصحفي ليورجن كلوب قبل اللقاء ونرجع نكمل كلامنا.
موريسيو بوتشيتينيو المدرب او المدير الفني لتوتنهام، المدرب الارجنتيني المحترم جدا القوي جدا اللي عمل من توتنهام فريق قوي جدا. توتنهام بالمناسبه ما عملش ولا صفقه الموسم ده، فريق وصل نهائي دوري الابطال بدون ما يعمل اي صفقات، صفر صفقات. بالتاكيد هو مدرب مهم جدا ومحترم جدا لا يقل ابدا عن يورجن كلوب. صحيح يورجن كلوب تاريخه اكبر، ولكن بوتشيتينيو عامل موسم رائع او مواسم رائعه في لو بنتكلم في اخر ثلاثه مواسم. بوتشيتينيو قال كانت رحلتنا لا تصدق، لقد استمتعنا بها كثيرا، كان من دواعي سرور اداره هذه المجموعه من اللاعبين، بالفعل اشعر بالفخر معهم. اضاف بوتشيتينيو في مؤتمره الصحفي قبل المباراه، رحلتنا الى نهائي الابطال هي الامر الاكثر اهميه والاكثر صعوبه، لكن بالتاكيد جميعنا نريد الفوز بالنهائي. احنا ما نريدش يا بوتشيتينيو، احنا عايزين كلوب، عايزين كلوب هو اللي يكسب النهارده، عايزين ليفربول يكسب النهارده، بالتاكيد عايزين محمد صلاح، عايزين كره حلوه ان شاء الله. لا انا متوقع ان شاء الله ان الماتش هيبقى فيه كره حلوه باذن الله يا مريهان. بعد الفاصل نستقبل زميلنا العزيز احمد عصام صحفي بموقع اليوم السابع، يقول لنا توقعاته لمباراته اليوم، يقول لنا كمان تحليله للتصريحات الصحفيه لكلوب وبوتشيتينيو. ولكن قبل ما نروح لعصام نروح لمؤتمر موريسيو بوتشيتينيو ونرجع نكمل كلام. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شهر الكرم، مليان عروض السنة دي من وي، 300 ضعف شحنتك ليك ولاصحابك، اشحن وابعت الكود لاصحابك وكل واحد يشحن هيستفيد بعشر أضعاف، وانت كمان هتستفيد بعشر أضعاف تاني. محدش يتحرك من مكانه، حش يتحرك من مكانه، قوله ينزل على الأرض. مين ده اللي ينزل؟ مفيش حد هنا، ده فرع إلكتروني. يعني ايه فرع إلكتروني؟ شايف المكنه دي؟ تقدر تفتح حساب، تصرف شيك، تعمل ايداع، تحول فلوس. فين الخزن؟ فين الرزم؟ مفيش رزم وخزن، كله مكن. فين البنك اللي هنسرقه عشر بيه؟ استنى انت دلوقتي، فين الناس؟ بنك مميكن. ايه ده؟ مفيش خزنه جوه. قول عشر بيه، ما هو طلع الكتروني اصلا. مميكن يعني تقدر تصرف شيك، تعمل ايداع، تفتح حساب، تحول فلوس. تحول فلوس كله من المكنه دي. في فيديو كول لو عايزين تكلموا خدمه العملاء. انا اكلم خدمه العملاء اقول لهم ايه يا شربيني؟ الو السطو مش شغال. مساء الخير. ايه ده؟ هو ده سطو؟ لا، جايين نصرف شيك. بنك مش زي اي بنك، اول فرع خدمه الكترونيه في مصر من البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. طب مش هخلص لما الباقه تخلص؟ لا مش هتخلص. تابعوني على تايم سبورتس. باقة اكس ما بتخلصش، شهر سوشيال ميديا بلاش مع باقة اكس لما تشتري خط اهلاوي او تثبيت او كنترول او خط داتا. هذا العرض ساري لفترة محدودة، تطبق الشروط والاحكام. شجع بلدك على تايم سبورتس. تعلن شركة واتشات أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية أنها في إطار جهودها في حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما، قد تصدت لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة التي تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة، هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج في مختلف المجالات. وتؤكد شركة واتشات أنها لاحظت خلال الأيام الماضية كثيراً من المغالطات والبيانات الخاطئة والاستهداف العمدي وسوء الفهم والتقدير ومحاولات تضخيم شائعات حول أهداف الشركة التي هي أصلاً مملوكة للدولة المصرية وهدفها حماية حقوق التلفزيون المصري والمنتجين والمبدعين المصريين، وهو أمر إذ ترفضه الشركة جملة وتفصيلاً. وتعلن الشركة ما يلي: أولاً،
أن شركة واتشت باعتبارها الشركة المملوكة للدولة المصرية والمعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفني في أرشيف التلفزيون المصري، لن تسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أي من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التلفزيون المصري. ثانياً، تعلن الشركة أنها لن تتوقف عند حماية وعرض المحتوى الإبداعي بمسبيرو، بل سيكون لديها مفاجآت كبيرة في عمليات الإنتاج مستقبلاً تنافس بها عمالقة منصات الديجيتال لعرض المحتوى الدرامي والسينمائي المصري في العالم. ثالثاً، الرؤية العامة للشركة والتي تتسق مع التوجهات العالمية لحماية صناعة الإبداع تؤكد أن مسار شركة واتشت باعتبارها شركة مملوكة للدولة المصرية هو السبيل العلمي الآمن لحماية حقوق المبدعين والمنتجين. رابعاً، ترحب شركة واتشت بتعاون المنتجين وصناع الدراما والسينما وسائر المبدعين لتحقيق عوائد عادلة تخدم صناعة الدراما والسينما، كما توفر شروط إنتاج ملائمة لإثراء الصناعة الفنية في مصر. خامساً، تعلن شركة واتشت أن الخطط المستقبلية لمنصة العرض تتضمن إنتاجاً كبيراً ومتنوعاً يحفظ لمصر موقعها الثابت وسبقها في صناعة السينما والتلفزيون والإنتاج الفني عموماً، بما يحمي القوى الناعمة المصرية الآن وفي المستقبل. واتشت، شوف أكتر. كواليس الرياضة وكل اللي عايز تعرفه، شجع بلدك على تايم سبورتس. لو ليك في الرياضة زي قضيها للنهار وما تخافش، الباقة ما بتخلصش. طبعا كلنا مستنيين ماتش ليفربول توتنهام، بالتأكيد مباراة هتكون صعبة على الفريقين. كل الشعب المصري، بالتأكيد كل العالم بيتفرج على المباراة النهاردة. مباراة هتكون حلوة، ليفربول عنده فريق عظيم جدا، توتنهام كمان مع بوتشيتينو عمل فرقة تستحق انها تكون موجودة في النهائي. مين يفوز، ليفربول ام توتنهام؟ زميلنا العزيز صديقنا الجميل احمد عصام الصحفي في اليوم السابع يقول لنا اراؤه عن مباراة اليوم. اهلا بك يا احمد. اهلا كريم، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك. النهارده مباراه زي ما قلت في المقدمه اكيد صعبه، فاينل تشامبيونز ليج بالتاكيد صعب، فرقتين من انجلترا مباراه صعبه. صحيح ليفربول كسب السنه دي توتنهام ذهابا ايابا في الدوري، ولكن مباراه فيها نحس كبير عند كلوب وفيها تفاؤل كبير جدا من عند توتنهام. النحس ازاي يكسره كلوب النهارده، وازاي توتنهام ممكن يحقق البطوله؟ اللي انت بتتكلم فيه ده هو اللي بدا بيه كلوب مؤتمره الصحفي امبارح، اتكلم على النحس. قال انا وصلت نهائيات كتير مع فرق مختلفه، لكن النتيجه في النهايه كانت بتبقى ان انا بخسر النهائيات دي. صحيح. فهو شايف ان الموضوع يعني حظ سيء مش اكتر. هو قال انا كنت بلعب مع فرق مختلفه في ظروف مختلفه مع منافسين مختلفين، لكن في النهايه كنت بخسر. اعتقد ان الموضوع ده السنه دي هيكون هو ليه الافضليه، اول مره يدخل هو النهائي عنده الافضليه. كنا فاكرين طبعا في 2013 كان هو بيلعب، كان مع دورتموند بيلعب البايرن. الموضوع صعب طبعا، بايرن ساعتها كان فريق صعب جدا. صحيح. في السنه اللي فاتت كان بيلعب ريال مدريد بطل اوروبا مرتين ورا بعض، كان الموضوع صعب جدا برضو. صحيح. السنه دي الفرقه مستقره، الفرقه ماشيه بشكل كويس بقالها كام سنه، هو موجود مع الفريق بقاله فتره طويله. التدعيمات يعني مهمه جدا، اليسون فان دايك السنه دي كمان التدعيمات كمان، والفرقه نضجت كمان. لو نفتكر فان دايك كان جاي في يناير فلعب النهائي بتاع السنه اللي فاتت، فبرضه الخبره زادت عند اللعيبه كلها. طبعًا. فالموضوع السنه دي مختلف بشكل كبير جدا عن السنين اللي فاتت، واعتقد ان هو الطرف المفضل النهارده للفوز ان بالتأكيد. شاء الله. تفتكر توتنهام النهارده عبور من برشلونه، عبور من مانشستر سيتي بطريقه صعبه جدا، عبور من اياكس بطريقه صعبه جدا، النهارده الصعوبات دي نهايتها النهارده، ولا دي تديهم حافز اضافي في مباراه اليوم؟ توتنهام النهارده فريق يخوف يا كريم. يعني انت بتتكلم على فرقه ما خدتش البطوله قبل كده. صحيح. فرقه السنه دي كان عندهم اهتمامات تانية غير التتويج والمنافسه، عندهم الملعب الجديد اللي بيتعمل. قدروا ان هم ما يوصلوا لنهائي دوري الابطال، قدروا ان هم يتاهلوا لدوري الابطال كالعاده مع بوتشيتينو.
الموضوع بالنسبة لهم اللعيبة يعني أنا شايف مش عليهم ضغوطات خالص غير ليفربول، فبتقالي ده بيصعب المهمة شوية على ليفربول. الفرقة داخلة ما عندهاش حاجة تخسرها، اللعيبة كلها عايزة تصنع مجد للنادي ولنفسهم قبل النادي كمان، فده اللي هيصعب الموضوع شوية على فريق. طب هاري كين لسه مش واضح 100% هيكون موجود النهاردة في المباراة ولا لا، ولكن المباراتين أو سواء برشلونة أو أياكس توتنهام لعب من غير هاري كين وفاز بالمباراتين أو فاز بي أو صعد على حساب برشلونة قدر إن هو يتأهل. هاري كين غايب بقاله فترة طويلة بالزبط. فعلا انت بقى النهاردة تفتكر الأفضل تبدأ بهاري كين لو هو جاهز، ولا تكمل زي ما انت كنت شغال وهاري كين تسيبه شوية عشان بالتأكيد النهاردة مش هيكون في كامل مستواه؟ انا وجهه نظري لو هاري كين جاهز هبدا بيه طبعا. هاري كين لعيب كبير جدا، يعني هو فعلا غايب بقاله فتره طويله، لكن 8 اسابيع لكن ده هاري كين يعني لو موجود لازم يبدا. الاوراق الرابحه بقى دي تكون استخدمها خلال الماتش، لكن كين يعني هيخلي الماتش من البدايه صعب على ليفربول. ليفربول لو ركب الماتش بدري هيبقى الامور صعبه جدا على تكون سون وإريكسن. طيب يبدأ النهاردة كلوب بصلاح وماني وفيرمينيو، هو ليفربول اتكلم ان فيرمينيو جاهز للمباراة، ولا تتكمل بأورجي واللي عامله مع برشلونة قدام برشلونة وتكمل بيه وسيف فيرمينيو على الدكة تبقى ورقة رابحة، خاصة ان الأوراق الرابحة الهجومية عند ليفربول تقريبا نادرة جدا؟ انا شايف ان فيرمينو هو اقل لعيب ليفربول السنه دي الصراحه، يعني للاسف هو كان حتى درجه الحراره دي اللي بيتكلم عليها بتكون بالنهار وقت الشمس، بالليل هتكون درجه الحراره اقل، وفي تجهيزات وفي معسكر طويل هم موجودين وعارفين طبعا الاجواء في مدريد، لكن بتقلي مش هتكون حاجه مهمه النهارده موضوع درجات الحراره. الاثنين حراس النهارده اليسون وحارس توتنهام، تفتكر النهارده الوضع هيكون هوجو لوريس حارس توتنهام، تفتكر الوضع النهارده هيكون لحراس المرمى؟ خد بالك ليفربول لو نفتكر يعني خسر نهائي البطوله الماضيه بسبب حارس المرمى، كانت كارثه كاريوس يعني. اليسون بالمناسبه باقي تصريحات توتي اللي بيتكلم فيها على محمد صلاح قال ان محمد صلاح مرشح للبطوله عشان كمان اليسون موجود معاه في الفريق، يعني طبعا الاثنين كانوا زمايله في روما. اليسون عامل موسم عظيم جدا في الدوري الانجليزي، افضل حارس حافظ على نصافه شباكه في الدوري الانجليزي. اليسون النهارده هيكون ليه افضليه ام هوجو لوريس الحارس اللي حقق مع فرنسا كاس العالم؟ الحقيقه الاثنين حراس مستواهم عالي جدا وليهم دور كبير في ان فرقهم تكون موجوده النهارده في المباراه النهائيه. اعتقد لوريس خبراته اكبر واعلى، لكن على الناحيه الثانيه اليسون برضو حارس كبير ومميز، لكن خط دفاعه بيدعمه اكتر من لوريس، فانا شايف ان النهارده هيكون الافضليه هتكون لاليسون على حساب لوريس، رغم ان هو لسه كسبان كاس العالم السنه اللي فاتت ولعب دور كبير في تتويج منتخب فرنسا، لكن النهارده هتكون الغلبه للحارس البرازيلي. ليفربول حتى قدام برشلونه لو تفتكر في مباراه ازاي، مش بكلمك كمان على العوده اللي كان مطالب فيها لتعويض خساره بثلاثه اهداف، كان من الفريق اللي بيهاجم، يعني حتى في مباراه الذهاب قدام برشلونه هو اللي كان بيهاجم، هو اللي كان مسيطر اكتر على الكره. تفتكر ليفربول النهارده ممكن هو اللي يتراجع نسبيا عشان كمان توتنهام من الفرق اللي بتلعب على الهجمات المرتده بشكل كويس جدا، بالفرق اللي شفناها في الماتشات اللي فاتت قدرت تستغل، حتى اياكس حتى مانشستر سيتي قدرت تستغل الهجمات المرتده بشكل كويس، الافضل لكلوب يستنى ورا ولا يباغت توتنهام منه؟ احنا كلامنا طبعا كله ولا ليه اي لازمه، كلوب هو بيلعب كوره في الدي ان اي بتاعه، هو كلوب هينزل هيمسك الكوره هيهاجم حتى لو خسران، حتى لو الفرقه اللي قدامه احسن منه في بدايه الماتش هو هيهاجم. صحيح. طريقه لعبه المعتاده، هو جريء جدا ما بيخافش، عنده على في وسط الملعب والهجوم والظاهرين كمان بيقوموا بواجبات هجوميه كبيره جدا، فاعتقد ان لا مش هنشوف حاجه مختلفه النهارده من كلوب، هجوم هجوم هجوم، حتى التغييرات لو في يعني هتكون تغييرات هجوميه طول المباراه. خط الوسط تحديدا في ليفربول تفتكر مين؟ نابي كايتا هو اللاعب الوحيد اللي بيغيب عن ليفربول، بس تفتكر خط وسط ليفربول تحديدا هيكون فيه مين؟ دايما بيبقى فيه تغييرات من جانب يورجن كلوب. انا شايف ان في ميزه دلوقتي ان تشامبرلين موجود، ده هيديهم دفعه كبيره جدا، لكن ما اعتقدش ان هو هيبدا الماتش، ممكن يكون هيلعب بهندرسون وفابينيو ميلان ولا فينالدوم؟ لا فينالدوم هيكون يبدا بيه، ما يستناش يحطه على الدكه زي ما عمل مع برشلونه. لا ده الراجل يعني هو في حاله معنويه مرتفعه جدا، هيفرق معاهم جامد، وكورته كمان احسن من ميلنر بكتير. ميلنر طبعا خبراته كبيره جدا، لكن كوره فينالدوم هي اللي عاليه. ميلنر لو هيكون موجود هيكون على حساب هندرسون يعني. طيب داميرس كومينا حكم المباراه من سلوفانيا،
شفنا امبارح حكم نهائي دوري ابطال افريقيا من جامبيا، دول صغيره في كره القدم بيحكموا نهائي اكبر البطولات في القارتين. ده تفسيرك ليه؟ كان في جامبيا وسلوفينيا، يعني هو ده بيكون تعويض عن عن اخفاق اللي بتحققه المنتخبات او الفرق، فبيكون في تركيز على اعداد الحكام واعداد اللعيبه الصغيره في السن، اللعيبه الكوادر الصغيره، فبالتالي هو ده تعويض عن اخفاق المنتخبات والانديه. امبارح شفنا جسامه طبعا ارتكب يعني اخطاء فادحه، نتمنى ان احنا ما نشوفش ده النهارده في نهائي دوري الابطال، وهنشوف بقى الفرق الكبير جدا بين الكره الافريقيه والكره الاوروبيه في النهائي. مش محتاجين نشوف النهارده، لا هنتاكد النهارده. احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، وان شاء الله الفوز ليفربول باذن الله. ان شاء الله. ده كان لقاءنا مع زميلنا العزيز احمد عصام الصحفي بموقع اليوم السابع. هنروح لانفوجراف ل تاريخ مواجهات توتنهام وليفربول، وبعد الفاصل هنستقبل ضيفنا العزيز الكريم، واحد من امهر لاعبي الكره المصريه على مر التاريخ، كابتن محمود عبد الحكيم، مع زميلتي العزيزه مريهان عمرو. خليكم معنا بعد الفاصل، نلتقي. العديد من الأندية المصرية زي الإنتاج الحربي باتروجيت والمصري البورسعيدي، ومضى كتير جدا للزمالك، ومضى كمان للأهلي، ولكن ما كانش فيه نصيب. والحقيقة مش أي لاعب نقدر نلقبه بالحاوي، بس هو بينطبق عليه كلمة الحاوي علشان هو مهاري جدا داخل المستطيل الأخضر، ومؤخرا مضى لنادي كوكاكولا علشان يكون ضمن صفوفه في المرحلة الجاية، وفي وقت بيطمح فيه إدارة النادي إنهم يصعدوا بداية من الموسم اللي بعد الجاي. منورنا في العبها صح كابتن محمود عبد الحكيم، منورنا ومشرفنا. صباح الفل عليك. بنسي جدا، ربنا يخليك. في البداية كده خلينا نتكلم على طول عن أمم أفريقيا، خلاص إحنا على أعتاب البطولة ومبسوطين جدا باستضافتها، وأكيد مع استضافتها طموحنا بيكون عالي جدا إن إحنا نفوز بها. أكيد طبعا، البطولة المفضلة للمصريين، وكمان في ملعبنا، فديها يعني حاجة كويسة. إن شاء الله نقدر نعمل حاجة نفرح بها الناس. أنت عارف الكرة من الحاجات اللي بتفرح الناس في مصر، ترمومتر السعادة. والله فأتمنى إن احنا إن شاء الله نقدر ناخد البطولة وتبقى حاجة كويسة لمصر إن شاء الله. نبتدي كده مجموعة مصر، والبعض بيشايفها إن هي مجموعة لطيفة في ظل إن كان في اختيارات تانية يكونوا جايين في المركز الثاني في المجموعة، كانت اختيارات صعبة، ولكن مصر معها في المجموعة الكونغو وأوغندا وزيمبابوي. أنا شايف طبعا يا مصر حتى إحنا أفضل في كل حاجة إن شاء الله، بس أنت عارف الفرق الأفريقية بتتطور بشكل رهيب، يعني حتى الفترة الأخيرة بالذات يعني يعني في تطور رهيب في الكرة الأفريقية بصراحة. يعني زمان كنت تقدري تقولي الموضوع ده سهل جدا، دلوقتي لا، أنا ما فيش حاجة سهلة، وخصوصا يعني مع الاحتراف، يعني كمية اللاعبين الصغيرين اللي موجودين في دوريات كبيرة كمان في أوروبا، مش شرط الدوريات الخمسة الكبرى ولكن الدوريات العالمية بشكل عام، أكيد بيطور من المنتخبات حتى لو هي اسمها صغير. انت عارف الافارقه بيسهلوا للعيبه الصغيره ان هي تقدر تطلع بره والكلام ده، فده بيفرق معاهم كتير قوي، عندهم خبرات بيحتكوا كويس، فالموضوع بيبقى صعب. انا ما اعتقدش ان الموضوع يبقى صعب زي زمان، يعني الناس هتفوجئ بمنتخبات كتيره في بطوله افريقيا، هتلاقي المستوى لا اعلى بكتير ما كانوا بيشوفوه قبل كده. وده احسن على فكره للمشاهد الافريقي بشكل عام، ان الكوره دايما الافريقيه تتطور في ظل التطور الرهيب اللي شايفينه في الكوره الاوروبيه. طبعا اكيد، كمان مصر البطوله في مصر هتميز فيها ميزه ان احنا عندنا الملاعب كويسه عن افريقيا، عن معظم دول افريقيا، فاعتقد ان هتقدري تتفرجي كويس، هيقدروا يلعبوا كوره كويس احسن. يعني اخر بطوله لمصر في افريقيا كان في ملاعب كتير وحشه جدا، يعني كنت تحس ان ماتش ما فيش فروقات، يعني لو انت فرقه احسن من فرقه ما فيش فروقات كتير بسبب ارضيه الملعب. لا، في البطوله ديت هتلاقي ان شاء الله يعني
هتبقى امتع. الاستعدادات كبيره يعني. بالظبط الاستعدادات كبيره. ارضيه الملاعب كمان. بالظبط ما الاستعدادات كبيره في ظل تظبيطات الملعب، وكمان لو هتتكلم بقى الفروقات ممكن كمان في فنادق الاقامه اللي كان برضو منتخب مصر بيعاني ممكن أكيد. فنادق الاقامه في افريقيا، ولكن كمان الحاجات دي الحمد لله مجهزه عندنا. قائمه الفريق، واكيد مع ظهور القائمه بيبقى في ناس مع وناس ضد، في وجوه عادت مره ثانيه للمنتخب. ابرزهم عبد الله السعيد اللي كان ممكن كان جاي في نسخه فاتت من معسكرات لمنتخب مصر، ولكن مع عودته البعض كان حاسس انه لا عبد الله السعيد وجوده مهم، وخصوصا في ظل تالقه بشكل كبير مع نادي بيراميدز. دي من الاسامي اكيد ممكن تعلق لي عليها بوجوده مره ثانيه. لا طبعا عبد الله اكيد لعيب مهم ولعيب كبير، ويمكن هو من افضل لعيبه بتلعب رقم 10 في مصر، يمكن هو وصالح جمعه افضل اثنين. وانا بالنسبه لي انا محمد ابراهيم كمان لو كان فاق بدري شويه كان لازم يبقى ليه دور في المنتخب. لا عبد الله طبعا لعيب كبير وهيفرق مع منتخب مصر كتير. كنت اتمنى وجود رمضان صبحي في المنتخب، وجود كهربا، محمد هاني، يعني في ناس كتير انا كنت شايف ان هي تستاهل ان هي تروح. عبد الله جمعه طبعا اكيد كنت شايف ان الناس دي تستاهل ان هي يبقى ليها دور، بس كل مدير فني وله اختياراته، وهو يمكن بيقوله كده عارف مصلحته اكتر مننا يعني. مبسوط كمان بعوده احمد الشناوي، احمد جول مميز وجول كبير، واتمنى ان ربنا يوفقه. طيب لو هنتكلم برضو عن فكره ان القائمه ديت المفروض ان هي محطوطه للمباراتين الوديتين اللي قبل امم افريقيا، هل بتتوقع ان ممكن يحصل تغيير ولو حتى بسيط بالاسماء اللي الشارع المصري بقى عمال بيطالب بوجودها؟ هل ممكن يحصل تغيير ولا هي الى حد ما خلاص هي دي اللي ثابته ومش هيحصل تغيير؟ انا اعتقد ان ممكن، انا شايف، انا بقول يعني عندي امل ان عبد الله جمعه لاخر وقت هيروح المنتخب. طيب كابتن محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلي السابق واكيد دلوقتي محترف في النادي في, 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 في السعوديه، هو بيطالب بشكل كبير جدا بوجوده، ولكن كمان لو هنتكلم على صعيد تاني برضو قائمه الحراس عندنا في منتخب مصر هي مليانه برضو نجوم، هي المنافسه صعبه على المركز دوت بالنسبه لكابتن احمد ناجي ان هو ينقي، ولا انت شايف ايه؟ لا الموضوع صعب، بس انا كنت شايف برضو، انا بصراحه نسيت عواد من الناس اللي كان لها لازم يبقى لها فرصه، يعني على الاقل كان لازم يجيبوه يجربوه في ماتشات وديه ويبقى ليك حريه الاختيار بعد كده. طيب برضو من الهدافين الصغيرين اللي الاسماء كانت برضو بتبتدي تظهر في الايام اللي فاتت مصطفى محمد. طبعا طبعا لا فرق كبير جدا وهيبقى ليه مستقبل كبير، بس هو لسه صغير يعني. فرص يعني ما زالش. انا كنت اتمنى عمر السعيد كمان، يعني عمر كمان مميز جدا وفي الكور الثابته ينفعك ومحطه تقدري تحضري عليه يعني، بس زي ما قلنا كل مدرب له اختياراته اكيد، وكل بيدعم بشكل عام. وانس ان دي بقت اعلنت ان هي خلاص القائمه النهائيه، محدش هيرجع يقول ليه ده مش موجود وليه ده مش موجود، اللي موجود ان شاء الله يؤدي على اكمل وجه ان شاء وقت. الله بشكل عام بنشوف ان في مشكله في مركز راس الحربة الصريح في مصر، ودايما الاعتماد على الافارقه بشكل كبير جدا، حتى في منتخب مصر البعض دايما بيشكك في الاسماء اللي موجوده وبيبقى معترض وحاسس ان احنا ممكن عندنا هنا ثغره الى حد ما. شايف ايه المشكله دي ازاي تتحل؟ يعني ازاي نقدر نعمل قاعده ناشئين جيده تولد لنا في الفتره اللي جايه راس حربه مميز على مدار السنوات اللي جايه مع المنتخب؟ بص هي خلينا متفقين ان عامه في مصر المواهب قلت عامه، مش شرط المركز ده يعني تحديد. احنا قعدنا فتره كبيره جدا عندنا مشكله في الباك ليفت، عندنا مشكله يعني لما فتحي كان بيحصل له حاجه كان بيبقى عندنا مشكله في الباك رايت، فهي احنا عامه المواهب قلت في مصر بشكل واضح. دي ممكن تبقى اسبابها ان الناس ما بقتش تهتم بالناشئين زي الاول، يعني زمان كان الاهتمام بالناشئين اكتر واحسن، فده بتقدري تطلعي لعيبه كويسه في اكتر من مركز. فانا معاك جدا ان المركز ده اصلا عندنا فيه نقص كبير جدا، ويعني انت بتتكلمي بقالنا 4 سنين فرودين هم اللي في المنتخب كوكا ومروان، ولو حد حصل له اصابه بيبقى فيه مشكله طبعا كبيره. طبعا مشكله، احنا اخر بطوله كهربا معظمها لعب فرود حرب صريح. دي حقيقه. طيب دلوقتي في اكاديميات كتيره جدا في مصر، يعني اكاديميات باشكال مختلفه، في مراكز شباب اكيد، وعلى فكره دي اللي هي دايما بيقولوا ان هي دي اللي فيها بقى المواهب الحقيقيه، ولكن كمان في اكاديميات اللي هي سنه مش قادره اقول ان هي اللي هي مش الشعبيه، اللي هي جايه مدرسه من نادي بره وعامله اكاديميه هنا. شايف ان اللاين دوت من الاكاديميات ممكن ما يكونش ناجح، مش هو ده اللي هيولد اللاعبين اللي احنا محتاجينهم يكونوا في منتخب مصر؟ لا هي مش ديت، لا هي الاهتمام في الانديه، النادي هو اللي بيطلع لك لعيب. طب اكاديميه مش طالعك. والله اللي المفروض يلف ويكون بيدور وبيشتغل، شايف دول كمان ممكن يكون ليهم دور؟ زمان كان ممكن السماسره كان اسمهم كشافين، ما كانش اسمهم سماسره. كان بيبقى بيحب نادي معين فبيقعد يدور له على لعيبه كتير ويقعد يلف وبتاع. طبعا دلوقتي بقى شغل يعني اكتر منها ان هو ممكن يكون بيحب النادي،
فلا انا معاك جدا ان لازم الناس تهتم بالناشئين كويس. يمكن انا كنت في ناشئين الاهلي، عايز اقول لك ان كان كميه لعيبه جامده جدا في ناشئين الاهلي، يعني لدرجه ان انت لما كان بيجي السن اللي لازم لا تطلع درجه اولى لا تمشي من النادي، كل انديه مصر كنت بتلاقي فيها ناشئين من الاهلي. ايوه، فلا الموضوع دلوقتي يختلف كتير. الحقيقة دايما كنا بنشوف المقاولين العرب من الأندية البارزة جدا فكرة ان هي بتصدر نجوم، ولكن اكيد دلوقتي احنا في انتظار يعني طاهر، محمد طاهر اللي اتصاب في وقت كان هو ابتدى ينور فيه، اكيد نتمنى له الشفاء وان هو يعود مرة تانية. اللي عاد مرة تانية من الإصابة كابتن وليد سليمان، واللي كان الناس بتطالب بشكل كبير جدا ان هو يكون في المنتخب في الوقت اللي هو كان يعني في اعلى مستوى ليه، ولكن بعد اصابته وبعد عودته مره ثانيه ان هو بيشارك مع النادي الاهلي رجع للمنتخب في توقيت البعض كان بيشكك فيه. انا ما عندي مشكله مع وليد ان انا شدت في وليد مجروح، يعني وليد كان لعبنا مع بعض كتير قوي 7 سنين ولا حاجه في بتروجيت. لا وليد لعيب كبير جدا بيدي ثقه ممكن للفريق، وغيره على اي تيشيرت بيلبسه وبيبذل اقصى جهد عنده، ما بيبخلش على فريقه بأي حاجة. لا وليد لعيب كبير، كان لازم الخطوة دي تبقى من زمان جدا، لازم يبقى في المنتخب من فترة كبيرة، وكان لازم يبقى ليه دور بشكل أساسي. يمكن أنا بقول دايما لما حد بيجي يسألني إن وليد ربنا عوضه، إن هو كان يستاهل قبل كده إن هو يبقى في المنتخب. لا وليد لعيب كبير، وبعدين وليد عنده مميزات كتيرة جدا، يعني وليد ممكن يخلص لك ماتش بكرة ثابتة. عنده حلول كتير، وليد عنده حلول كتير، على طول واقف في أماكن خطر على طول، يعني ممكن تلاقيه وليد في ماتش تلاقيه عادي جدا، ولو الماتش خلص 1-0 وليد اللي جايب الجول، وكمان بيجيب الجول في اوقات صعبه جدا، يعني عنده ثبات انفعالي بيخليه مهيئ ومرشح ان هو يخلص الماتش. لا طبعا انا 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 مبسوط جدا ان وليد ترشح للمنتخب، وان شاء الله يبقى له دور كبير في بطوله امم افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله البطوله على ارضنا، شايف ان مصر سهل تحصد يعني النسخه اللي فاتت الجابون خرجنا من النهائي بالمركز الثاني، كانت صعبه علينا لان عارفه تحس ان هي كانت خلاص الواحد ماشي للاخر، وخصوصا مع الشوط الاول وكنا متقدمين، تحسش ان السيناريو ده كان متوقع خالص. النسخه دي وعلى ارضنا عامل الجمهور، وخصوصا في بروفه الكونفدراليه ما شفنا الجمهور ملا الاستاد بشكل كبير، وحسينا ان هو كان عامل مؤثر جدا ان نادي الزمالك يفوز. طبعا اكيد بترمي على قد ايه الجمهور في النسخه دي من امم افريقيا؟ لا بص، هو هيبقى بنسبه كبيره جدا الجمهور ليه عامل، يعني احنا كمان بس انا خايف من حاجه، يعني ان هو يبقى ضغط على بعض اللعيبه، لان في لعيبه كتير مش متعوده بقى لها فتره ان هي تلعب قصاد جمهور. لكن طبعا انا شايف ان هو هيبقى ليه عامل كبير جدا، يمكن اكتر من 50% كمان. بالظبط، ومتهيألي هيبقى دور كبير للخبرات زي ما انت بتتكلم مثلا عن كابتن وليد سليمان اللي هم لعبوا قدام جماهير، ان هم دول بقى اللي يبتدوا يهدوا من الشباب الصغير اللي ممكن يكون عامل الجمهور ده ورقه ضغط الى حد ما مش ايجابيه قوي عليهم يعني. طب نروح بقى للدوري المصري، منافسه كبيره جدا الموسم ده، البعض بيشبه الدوري الموسم دوت هو من اقوى الدوريات، لان انت قاعد لحد اخر جوله ممكن تكون محتاجه علشان تعرف مين هيحسم اللقب. شايف الدوري الموسم ده ازاي؟ عجبك الفكره دي الشكل دوت في الدوري؟ ممكن الاثاره اللي اضافها نادي بيراميدز بدايه من الموسم ده؟ طبعا موضوع نادي بيراميدز ده فرق كتير جدا، بدليل ان انت جالك لعيبه الدوري المصري استحاله كانت هتيجي لو بيراميدز ومدربين ولعيبه كمان. يعني خلينا صراحه، يمكن كمان هي فرقه من احسن الفرق بتادي يعني ككوره، مع وادي دجله يمكن انا بالنسبه لي هم احسن فرقتين بيلعبوا كوره في الدوري المصري. شايف الدوري، ان انا بقالي فتره كبيره بقول اللي هيحدد الدوري ماتش الاهلي والزمالك، يعني اللي هيكسب هو اللي هياخد الدوري، والسكه رايحه في كده. حتى لو ده تعادل ماتش، لو ده انا بقول ان دايما في الاخر اللي هيكسب هو اللي هياخد الدوري. ف يعني اتمنى بس ان الموضوع يتظبط في مواعيد الدوري. الموضوع يعني ده انا واحد من الناس مش مبسوط، يعني لازم يبقى في جدول محطوط من اول يوم ابتدى فيه الدوري لاخر يوم، لكن احنا بنشوف كل الدوريات، حتى في دوريات اقل من الدوري المصري بتلاقيها منظمه جدا بتاع. احنا ناقصنا حته النظام ديت، لازم يبقى عندنا نظام اكتر من كده. طيب بفكره ان الدوري يكتمل بعد امم افريقيا، لو تم حسم الفكره ديت، يعني فكره ان هم يلعبوا الناديين من غير الدوليين دي اكيد انت سمعت عنها. لا الموضوع صعب، دي حاجه هتبقى صعبه ومحدش هيوافق بالنسبه حتى تحديدا كمان لنادي الزمالك اللي فيه عناصر اساسيه زي طارق حامد وعلاء الونش. ما اعتقدش ان حد هيوافق بالظبط، فتم تقريبا ممكن الاتجاه رايح ناحيه بعد امم افريقيا. طب اتحام المواسم بعد امم افريقيا هنلعب الدوري الجديد امتى؟
هي دي ممكن الناس. تبقى بتهيألي هيبقى جهد كبير جدا على لعيبه المنتخب. انت عندك مشكله في لعيبه مثلا زي رمضان صبحي مش هيلعب لو الدور مده اعارته هتكون خلصت. بس احنا كان لسه معانا انباء حصريه بقى لبرنامج العبها صح عن تواصل النادي الاهلي مع هادرسفيلد علشان رمضان صبحي يعود بشكل خلاص نهائي الى النادي الاهلي بقيمه 71.8 مليون جنيه. ولكن نادي هادرسفيلد بقى المفاوضه خلاص الاخيره ان هو يحصل عليه اما كاش, والنادي الاهلي حابب ان هو يكون فيه سن التسهيلات بتقسيط, ولكن هو حابب ان رمضان صبحي يعود بشكل نهائي للنادي الاهلي. انا اتمنى الموضوع ده يتحل لان زي ما بيقولوا كده يعني يعني تحس ان الدنيا بايظه في مجال في موضوع الدوري دوت. انا مش مصدقهم يعني. هو كان لازم الموضوع يتحل بدري شويه كمان يعني, كان عندنا وقت فيه. هم ضيعوا وقت كتير قوي كانوا يقدروا يلعبوا فيه ماتشات, وفي الاخر هم يعني هم مش عارفين يعملوا ايه. يعني انا حاسس ان الاتحاد مش عارف يعمل ايه دلوقتي. هو في دلوقتي في ازمه, وده كل البطوله في البطولات وكاس مصر المتوقف. اكيد الفتره اللي جايه لازم هيكون في بقى ضغط على الانديه علشان المباريات. اعتقد بعد امم افريقيا هي بالظبط, وهيكون ده انسب لان خلاص البطوله فاضل 20 يوم بس تقريبا. كمان لازم الانديه تسهل لاتحاد الكره شويه يعني بصراحه. لازم خلاص احنا اتحطينا في موقف خلاص احنا اتحصل, فلازم يسهلوا للاتحاد الكره شويه. فالبطوله الدوري بالنسبه لك انت مش شايفها اقرب في حته معينه, انت شايفها ماتش الاهلي والزمالك وظروفه. انا بقالي فتره بقول ان حتى لو ده خسر ماتش اتعادل ماتش ده اللي هيفصل في الاخر ماتش الاهلي والزمالك. ماتش المقاولين والاهلي يعني كابتن عماد النحاس عامل موسم جامد جدا, فرقه كويسه, بس انا اعتقد ان الاهلي هيكسب بنسبه كبيره. اخيرا قبل ما نختم النهارده ماتش محدش قادر يعني اكيد يفصل عنه مهما كان في مشاكل, سواء بقى بنفكر في امم افريقيا, سواء في مشاكل فعلا في مباراه النهائي امس, لا ماتش النهارده نهائي الشامبيونز ليج. ماتش صعب جدا. اتمنى طبعا فوز ليفربول عشان محمد صلاح حالي كحال المصريين كلهم. الشارع المصري يفرح. طبعا يعني وكمان الافضليه ليفربول يعني ليفربول كفرقه هي افضل من توتنهام يعني, بس هي طبعا فرقه كبيره ومعاهم ده مدرب كبير جدا. بس وبعد اخر منتدى متهيالي ما بقاش في حد يقدر يعمل لهم برضه. لا طبعا هو يعني اي نهائي عامه ما فيش حد يتوقع ماتش ملوش حسابات, وبعدين في ظروف ماتش يعني في حكم وفي طرد وفي حاله لعيبه يعني في حاجات كتير قوي احنا ما حدش يقدر يتوقعها يعني. ان شاء الله يكون الفوز حليف نادي ليفربول, وكلنا النهارده ننام مبسوطين ونستمتع كمان بكره حلوه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود عبد الحكيم الحاوي, ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك في الموسم اللي جاي وتقدم موسم رائع مع فريق كوكاكولا وتصعدوا باذن الله للمنافسه. باذن الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بعد الفاصل التحليل اكيد للقاء المرتقب, بعد الفاصل خليكم معنا. الكلام النظري عن ماتش ليفربول وتوتنهام بالتاكيد ليه دلالات ومهم برضه ولازم كمان نسمعه قبل ما نشوف مباراه اليوم, ولكن شغل الملعب توقعات اللي هتحصل جوه الملعب عامل ازاي, تحليل ما قبل المباراه اللي هيحصل في المباراه مع احمد عز الدين. اتفضل يا احمد. كيمو ازيك يا احمد؟ مبارك ايه؟ كله حلو. شرفني ومنورني حبيبي. اتفضل. طبعا عايز ابتدي الاول بان في ماتش السيمي فاينل العوده بتاع برشلونه وليفربول انا كنت مقتنع ان لو في فريق واحد في العالم يقدر يعمل الكامباك دي على برشلونه فهو ليفربول. ليه؟ بسبب يورجن كلوب. ليه بسبب يورجن كلوب؟ لان يعني يورجن كلوب هو المدرب الوحيد في العالم في الوقت الحالي اللي بيعرف يطبق موضوع الضغط في كل اماكن الملعب
لمدة 90 دقيقة. المدرب الوحيد اللي قادر يخلي لياقة اللاعبين غير طبيعية لحد الدقيقة 90، الفريق واقف على رجله بنسبة 100%. صح. يعني ما بتحسش ان في اي لعيب حتى ارهق او مش قادر ياخد سبرنت في اخر المباراة. واحد من المدربين اللي بيعتبر وابتكروا في الكوره هو بيب جوارديولا، مظبوط؟ واحد من المدربين اللي ابتكروا في الكوره أريجو ساكي. صح. فابيو كابيلو. يورجن كلوب هو واحد من المدربين اللي ابتكروا في الكوره، واحد من الناس اللي ليهم زي ما بيقولوا افكار واختراعات في كره القدم. عشان اشرح للناس انت عايز تقول ايه بالظبط. في ناس اخترعت في الكوره وابتكرت في الكوره، وفي ناس مشيت على اللي ابتكروه الناس دي 100%. فمثلا الطريقه بتاعه الاستحواذ والبيلد اب، بناء اللعب بيتعمل ازاي، الحاجات دي يعني في افكار كتير جدا طبقها جوارديولا، هي من اختراعه افكار والعاب وحاجات شبه كده. هنتفرج على النهارده يورجن كلوب بيعمل ايه فيها. تمام. حلو. بص، لو احنا بنتكلم على ان فريق توتنهام وفريق ليفربول هم دول اللي واقفين على ارض الملعب، فاحنا هنستخدم ليفربول بالاسود على عكس طبعا يعني المفروض هي جت كده بقى. فصلاح، فيرمينو، وساديو ماني. تمام. الثلاثه اللي قدام دول في اي نادي في العالم لما بتتقطع الكوره في اي نادي في العالم لازم يرجعوا. لازم يقدموا الدور الدفاعي بتاعهم. ودايما مثلا لما بتتكلم على، فاكر مع منتخب مصر هيكتور كوبر كنا بنقول ان عدم رجوع صلاح بيحط ضغط على الجبهه اليمين لمنتخب مصر، كان ابتدى هيكتور كوبر يحلها بالنني وهكذا. صحيح. تريزيجيه كان بيرجع طبعا 100%. ده اللي بيعمله ماني بالظبط. مع يورجن كلوب بيحصل ايه بقى؟ مع يورجن كلوب الثلاثه دول بعد الضغط بيفضلوا واقفين. ليه؟ لان الخصم لما بيتحرك مثلا تريبيير، داني روز في توتنهام، لو توتنهام بيلعبوا باربع باكات خلينا نفترض كده الاول، هيبقى الكره لو اتقطعت في اي حته هنا من الملعب المنظر عامل ازاي؟ الثلاثه دول يطيروا بقى، الثلاثه دول ويحصل التميز اللي بنشوفه دايما، واقفين على اثنين. صح. وبالتالي سهل جدا ان هم يسجلوا جول. صح. فوجود الثلاثه دول ناس كتير جدا ممكن تقول هم ازاي ما بيرجعوش، هو ليفربول مش خايف من الهجمات المرتده او من الكثافه العدديه بتاعت الخصم؟ هو في الحقيقه وجودهم ابتدى مع الوقت ومع قوتهم ومع شهرتهم، ساديو ماني وصلاح وفيرمينو وكل واحد فيهم اخذ سيزون كان هو العبقري بتاع الفريق. صحيح. رقم واحد. صحيح. فالثلاثه دلوقتي بقوا عاملين زي السوبر هيروز بتوع ليفربول. فوجود الثلاثه دول بيخلي اي فريق خايف اصلا يروح يهاجم عليهم. صحيح. حلو. طيب الضغط بقى ده بيتنفذ ازاي؟ ناس كتير بتبقى فاكره الضغط ده معناها ان احنا نروح كلنا مع بعض والله زمان يا سلاحي. لا. الضغط ده بيبقى منظم جدا. بص على الصور اللي معانا دي علشان خاطر نبتدي نشرح للناس هم بيطبقوا الضغط ازاي في ارض الملعب. طيب الطريقه الاولانيه اللي معانا بالظبط كده، ان فيرمينو ما بيضغطش على قلب الدفاع. فيرمينو ما بيضغطش على الجول كيبر، فيرمينو دايما بيروح يضغط على لاعب الارتكاز اللي قدامه اللي ممكن ياخد الكوره. بالظبط كده. ففيرمينو بتلاقيه دايما راجع يمنع الكوره انها توصل للاعب الارتكاز اللي نازل يستلم الكوره. حلو. طيب الصوره اللي بعدها هتلاقي فيها صلاح وساديو ماني بيعملوا ايه؟ صلاح وساديو ماني بيقفوا في حته قدام السنتر باك، فهو مانع الكوره توصل للسنتر باك، وفي نفس الوقت هو قاطع الطريق للباص للفول باك. فانت كده فيرمينو قاتل الارتكاز، وصلاح وساديو ماني قاتلين الاثنين سنتر باكات وقاتلين الاثنين وينجات بتوع الفريق الخصم. فليفربول لما بيطبق الضغط بيطبقه بطريقه منظمه، فالطريقه المنظمه دي دايما بتخليه ناجح في تطبيق الضغط. تعال نشوف الصوره اللي وراها ونتكلم بقى على هم بيتصرفوا ازاي في ارض الملعب علشان خاطر برضو تفكر هم بيعملوا الكلام ده. طب ما هو سهل جدا اي مدرب يقفل عليهم بعد فتره. في الحقيقه لا، ده ماتش هيدرسفيلد وليفربول. حلو. هتلاقي فيرمينو سايب الكره توصل للاعب الارتكاز عادي جدا. صح. سايبه ما بيضغطش عليه على غير العاده، على غير العاده. فانت تفتكر ان عادي يعني زهقت وبيستسهل الخصم مره. بالظبط كده. هيدرسفيلد يا سيدي وهنكسب كتير. شوف الصوره اللي وراها بقى حصل ايه. هو سايبه اوتوماتيكلي علشان في الفول باك روبرتسون سايب مكانه من ناحيه الشمال، ورايح هو اول ما لاعب الارتكاز ده يستلم الكوره يضغط عليه من ظهره على البلايند اريا، هو مش شايفه، وبالتالي سهل جدا ان هو يضغط عليه ياخد منه الكوره، والكوره دي اتحولت لصلاح، وصلاح باصها لساديو ماني وجول. صحيح. فانت بتتكلم على ان فريق ليفربول وهو بينفذ الضغط، او لما بنتكلم على ان يعني ايه يورجن كلوب مبتكر في الضغط، معناها ان هو بيعمل حاجات زي كده، يعني بيعمل العاب كتير شبه دي. صحيح. حتى لو عملت الضغط بطريقه تبدو تقليديه انك تقف تستنى في المنيو، يستنى لعيب وسط الملعب ما ياخدش الكوره وانت تقراها، فما تقدرش تقراها عشان هو هيعمل حاجه جديده ممكن تخليك تعرف ياخد منها الكوره 100%. صحيح. فانت بتتكلم على ان في مدير فني مبتكر جدا في الموضوع ده. طيب تعالى بقى ايه نتكلم على المباراه اكتر شويه. تمام. طيب
ليفربول وتوتنهام في السيزون ده لعبوا مرتين فاز فيهم ليفربول جميل في الدوري الانجليزي بالظبط كده. حاول معلش انا اسف حاول توتنهام يعمل ايه؟ حاول توتنهام ان هو يلعب بثلاثه ارتكاز وونجين ويستخدم الطريقه دي في ارض الملعب علشان لما يحصل ان لعيبه ليفربول ما ترجعش يبقى عندنا كام على كام؟ 3 على 3 فتبقى الدنيا بالنسبه لي امان معقوله شويه امان خلاص 3 على 3 دي معناها ان احنا هنبقى على الاقل عندنا نفس الكثافه وواحد فيهم هيساعد طيب كانت المشكله فين بقى كيمو في الموضوع ده كانت المشكله ان الاثنين المهاجمين بتوع توتنهام لما كانوا لوكاس مورا مثلا او هاري كين وسون لما كانوا بيروحوا يضغطوا على السنتر باكات كان بمنتهى البساطه بص المساحه اللي قدام روبرتسون قد ايه علشان يستلم الكوره فراغ غير طبيعي روبرتسون فعلا في ماتش توتنهام الثاني تحديدا كان متالق بشكل جيد 100% فانت بتلاقي ان روبرتسون قام طاير الكسندر ارنولد قام طاير استلموا الكوره طيب احنا استلمنا الكوره خلاص وطلعنا بالهجمه بقت في مشكله كبيره لان ساديو ماني دخل القلب فيرمينو في القلب محمد صلاح في القلب هندرسون او بتتكلم في واحد من الاثنين يعني يا هندرسون يا اما فينالدوم في القلب فبيضطر تريبيير يضم وبيضطر داني روز يضم فبتكون المساحه عند الجنبين جامده جدا صعبه جدا طيب توتنهام المره دي ممكن يعمل ايه كل الافكار او كل الناس بتقول ان توتنهام المفروض بيلجا للطريقه اللي كسبت ليفربول الوحيده في السيزون ده الطريقه اللي كسبت ليفربول الوحيده ايه بقى يا كيمو 4-4-2 الانجليزيه التقليديه القديمه جدا بس الطريقه اللي اتغلب بيها برشلونه السنه دي مش من توتنهام توس صح اللي اتغلب بيها ليفربول السنه دي مش من توتنهام انا قلت توتنهام لا انت قلت اللي كسب بيها توتنهام كسب بيها ليفربول توسد برشلونه وغيره الانديه الانجليزيه احصائيا السنه دي اكتر خطه كسبت نقط من ليفربول هي 4-4-2 ليه 4-4-2 لان زي ما انت ممكن تشوف كده في الطريقه دي طبعا خليهم دول ايه راجعين ورا عشان يبقى الموقف واضح اكتر اولا في 2 ارتكاز فتعال نبص على الصور اللي معانا هتلاقي في الصور اللي معانا مانشستر سيتي ابتدى وبرغم ان مانشستر سيتي طول عمره بيلعب بارتكاز واحد بس في الماتش بتاعه مع ليفربول علشان يورجن كلوب عبقري قدام عبقري بيعملوا ماتش جامد جدا مع بعض اما نزل كيفن دي بروين ارتكاز تاني او كيفن دي بروين كان بيتحرك ارتكاز تاني فالكره في رجل لاعب مانشستر سيتي قدامه تو اوبشنز قدامه الاوبشن الاولاني الارتكاز وقدامه الاوبشن التاني كيفن دي بروين فاتفتحت في الضغط بتاع ليفربول ابتدى ينكشف شويه فدي واحده من الطرق بص الصوره اللي وراها ماتش برشلونه نفس الموضوع بتتكلم في ان راكيتيتش رجع يقف جنب بوسكيتس ارتكاز تاني فكان سهل ان راكيتيتش يستلم الكوره فساعتها سهل يسلم الكوره لخوردي ألبا فسهل يطلعوا بالهجمه على ليفربول ولما تطلع بالهجمه على ليفربول تبتدي بقى توصل للحتت الحلوه توصل عند جويل ماتب صح فاهم جميل ماتب لعيب لطيف لعيب لطيف ينفع تلعب معاه توصل كان عشان ابقى مين معاك ماتش برشلونه الثاني ماتش العوده كان عامل ماتش لا بس هم كلهم كانوا جامدين جدا بصراحه ده اوريجي اوريجي كان جامد يعني فانت بتتكلم في ان فعليا هو برشلونه اللي ما جاش ارض الملعب حاجه تبسط جدا الحمد لله وبعدين خد بالك ماتش السنه اللي فاتت روما 3 السنه دي ليفربول 4 تقصد انك انت تذكر الناس بالامر ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله السنه الجايه فالفيردي يتحسن ويبقى 5 ليفربول يعملها السنه دي اهم حاجه الفاينل بالنحس اللي فيه كلوب فاحنا بنتكلم على ان الطريقه الامثل من توتنهام لمواجهه ليفربول في ارض الملعب هتبقى وجود 4 بعد كده 2 وبعد كده 2 وبعد كده 2 طيب توتنهام مميز بايه في تنفيذ الطريقه بالظبط توتنهام هتلاقي الصور اللي بعد كده معانا بتبين لك ان توتنهام اكتر حاجه عنده مميزه هي الضغط الكثافه العدديه في الهجوم حلو فانت هتلاقي دايما عدد تحول كمان ان هو دايما جداً. هو ما بيبقاش عندهم كثافه في العادي بس فجاه تلاقيهم في الدفاع وفجاه تلاقيهم كلهم في الهجوم شوف الصوره اللي جايه دي اللي احنا كنا بنشرحها ان ازاي في ماتش الذهاب قدروا وهما بيلعبوا 5 باكات يسيبوا مساحه كبيره جدا بص روبرتسون قدامه فدان عامل ازاي فاضي خالص فعلى الاقل قادر انك تصنع اللعب وتبني مساحات كبيره في الملعب بالظبط فخلينا نشغل الصوره اللي وراها بص بقى في الهجمات المرتده توتنهام بيبقى عنده كثافه عدديه عامله ازاي وفي نفس الوقت سرعه غير طبيعيه زي ما انت بتقول في الارتداد وفي نفس الوقت بيستغلوا ان روبرتسون وارنولد الاثنين بيهاجموا بشكل غير طبيعي فالنتيجه ان دايما بيبقى فيه مساحات الوحيد اللي بيعرف يقفل المساحات ورا الفول باكس هو جيمس ميلنر المشكله ان جيمس ميلنر مع تقدمه في العمر او تقدم المواسم عليه ابتدى السيزون ده يتعب
لأول مرة في حياتك تتفرج على جيمس ميلنر مش قادر يلعب أساسي 90 دقيقة طول السيزن. صحيح. فبقينا بس ممكن يبدأ بيه النهاردة. هو ماتش العمر فممكن. بس أنا أعتقد أن هندرسون هو اللي هيلعب، لأن هندرسون فعليا هو عايش أقوى أحلى موسم ليه في حياته. صح. فهندرسون غير كمان قوته البدنية اللي اكتسبها السنة دي ما كانتش موجودة قبل كده. خد بالك ليفربول قبل ما يجي يورجن كلوب كانوا عايز أقول إيه، كانوا ضعاف جدا في وسط الملعب، عندهم نوع من أنواع اللي هو الرعونة يعني. فريق خفيف كده في وسط الملعب، اللي هو لعيبة كرة جامدة، هندرسون لالانا ومعهم كان اللي راح يوفنتوس إمريكان. فبتتكلم في التلاتة لعيبة كرة جامدين جدا، بس في الآخر التلاتة هادين جدا 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 في أرض الملعب. لكن السنة دي اكتسب قوة كبيرة جدا هندرسون، لالانا خرج من اللعبة خالص، إمريكان اتكل على الله وجمع كانوا نبي كيتا. فالفرقة قوية جدا بدنيا، وأعتقد هندرسون هو اللي هيكون موجود. إمريكان مع يوفنتوس عامل موسم كويس جدا دفاعيا وقوي جدا دفاعيا، مش زي ما كانوا في ليفربول خالص يعني. بص، لا هو عشان الايقاع في ايطاليا بشكل عام ايقاع اهدى كتير. صحيح. ايقاع ابطا في اللعب يعني، بيقف على الكره فتره كويسه، وطول عمر الكره الايطاليه مختلفه خالص عن الكره الانجليزيه في الحته دي. فيرون شخصيا، فيرون ايه رايك في فيرون؟ واحد من احسن لعيبه الوسط في التاريخ طبعاً. في ايطاليا طبعا. لما راح انجلترا مع مانشستر يونايتد شويه مع تشيلسي موضوع مختلف، لان الكوره بتاعته صحيح. مختلفه، ومحتاج وقت يقف على الكوره يرفع عينه. الحاجات دي ما بتلاقيهاش في الدوري الميلان. شيفتشينكو ميلان مثلا. شيفتشينكو لما راح هناك لا ولا حاجه، اللي هو في ايه يا شيفتشينكو؟ صحيح. لسه بيتعلم كوره. بالظبط. طيب، حاجه من الحاجات القويه جدا اللي بيطبقها يورجن كلوب السنه دي، الثلاثه اللي قدام دول بقوا بيتحركوا بشكل فيه تنوع جامد جدا. يعني هتلاقي في ماتش برشلونه ساديو ماني اتحرك كتير جدا في الحته دي علشان يبتدوا يخفوا العين عن محمد صلاح، والعكس صحيح، بمعنى ان انت بقيت دايما بتحاول تحرك محمد صلاح يبتدي الهجمه من هنا، ساديو ماني من هنا، وفيرمينو من هنا. ولما نبتدي ندور في ارض الملعب تلاقي محمد صلاح قطع مكانه هنا، وساديو ماني دخل القلب، فساديو ماني يبتدي السنتر باك يبقى اوريدي ما كانش شايفه. فتبتدي العمليه تبقى اصعب على المدافعين ان هم يراقبوهم. 100,000 طريقه يورجن كلوب اخترعها السنه دي علشان خاطر يخفي الثلاثه دول ويخلي الثلاثه دول مش زي السنه اللي فاتت. كماكس شور تاني عايز تتكلم عنها؟ محمد صلاح تعال نتفرج على الصور. بالظبط، الخاصه بمحمد صلاح ووقفته في ارض الملعب دي، الهيت ماب، الخريطه الحراريه بتاعت محمد صلاح. محمد صلاح السيزن اللي فات هيت ماب اللي هو الاماكن اللي بيتواجد فيها صلاح اكتر وقت ممكن. الخريطه بتاعت اماكن تواجد محمد صلاح علشان خاطر تبقى الدنيا اوضح. حلو. طيب، احنا بنتكلم في ان بص انا مش شايف من عندي، انت شايف من عندك؟ قول لي. طيب، عايز اشوف ايه؟ محمد صلاح في السيزن اللي فات كان اللي هو الصوره اللي ناحيه اليمين أهو. محمد صلاح في الصوره اللي كانت ناحيه اليمين وينج يمين باماكن دفاعيه عامله ازاي، بيرجع. صحيح. مطلوب منه يرجع. السيزن ده بقى اختلف. ايه الوضع في الملعب كله؟ في كل حته، وبس في نص الملعب القداماني. ما بيجيش. ليفربول في افضل نسخه ليورجن كلوب. لان السنه اللي فاتت ليفربول كان فريق عادي بيضغط على الخصم، بس الجناح بتاعه بيضطر يرجع على عكس رغبه كلوب، بس ما كانش الفريق اكتمل طبعًا. وسط الملعب ما كانش اكتمل، فبينه ما كانش دخل، ما فيش حارس مرمى. بالظبط كده، ما كانش دخل في التوليفه، فالفريق اختلف بشكل كبير. تمام. دي الاماكن اللي محمد صلاح لعب فيها السيزون ده، ما بين سنترال يعني لعب في العمق او رايت. هتلاقي السنترال اكتر بكتير من الرايت. فانت بقيت بتتكلم في ان محمد صلاح في الوقت الحالي ما ينفعش تصنفه ابدا جناح، انت بتصنفه فعلا كمهاجم. صحيح. هو وساديو ماني وفيرمينو ثلاثه فعلا هم عاملين زي السوبر هيروز الافنجرز بتوع فريق ليفربول. صحيح. الافنجرز دول بص، فاكر افكرك بمأساوياتنا شويه، ريال مدريد ديفيد بيكهام. أيوة. زين الدين زيدان. أيوة. راؤول، رونالدو، مايكل اوين، روبرتو كارلوس، لا سيبك من المدافعين، انا بتكلم على المجموعه اللي قدام مين. واقف مين بقى ورا؟ راؤول برافو وميخيا وبافون سنتر باكات. طيب، فالمجموعه اللي قدام دي مهما كانت عظيمه يعني. صح. حصل في الفرقه ايه؟ اتبهدلت. لا يعني صحيح. يعني صحيح. بالظبط. فواحد زي طبعا سنتر باك الدفاع اسف في ليفربول السنه دي اتطور بشكل كبير جدا طبعا. صحيح. فان دايك. شكرا يا احمد. شكرا يا تيمو. كل التوفيق ان شاء الله النهارده لليفربول قدام توتنهام. بالتاكيد نتمنى انه يكون ماتش حلو، ماتش فيه كره. بالتاكيد هيكون فيه ماتش هيكون فيه كره جميله وممتعه لكل الجماهير المصريه، ولكن ميولنا بالتاكيد لمحمد صلاح وليفربول النهارده. نشوفكم يا رب على الف خير. بكره حلقه جديده من العبها صح، خليكم دايما معانا على تايم سبورتس.